نفس المعادلة اليومية الصباحية، خدمة عمومية بلون الفعاليات والنشاطات، ومرافقة أيضا للأحداث الوطنية بحلة الإعلام الهادف والمفيد. اليوم البرنامج يتوقف عند نشاط الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وما تبذله في مجال إنشاء المشاريع المصغرة ذات الصلة بالحياة الاقتصادية. ما هي الآليات المتاحة من هذه الصيغة وكيف يمكن أن تستفيد أو نستفيد من خياراتها المطروحة؟ اليوم أيضا صناعة المحتوى الرقمي بين الجدية والإثارة، عنوان التذكير بضرورة الالتزام بالقواعد المهنية في تناول الأخبار وتبادل المعلومات على المنصات الرقمية من جهة، ومن جهة أخرى تأثيره على الأطفال نتيجة التعرض العشوائي لكل ما يتداول وصعوبة الرقابة الأسرية. نتكلم اليوم أيضا من خلال برنامج هذا الصباح عن التحرش الإلكتروني كظاهرة من الظواهر السلبية المرافقة لما بلغه العالم من تطور في مجال علوم تكنولوجيات الإعلام والاتصال. من هي الفئات المتضررة وما هو الردع القانوني لذلك؟ نستضيف أيضا اليوم من خلال بوابة هذا الصباح الخدماتية المبادرة التعليمية لتعليم اللغات Open Talk Space والمنصات الرقمية المتكفلة بمسار التعليم في بلادنا. مسارنا خدماتي متنوع يجمع أخبار الصحف الوطنية والدولية، الصباح الرياضي، وأحدث الإصدارات التكنولوجية في عالم التكنولوجيا. هذه هي مقادير البرنامج. أهلا بكم وصباح الخير. حتى لا نعرض حياتنا وحياة الآخرين للخطر، وعينا واحترامنا لشروط الحماية من فيروس كورونا يؤمن حياتنا وحياة من حولنا. القناع الواقي مصدر أمننا وسلامتنا، وعينا يحمينا. وعينا يحمينا. وهذه هي بوابة التذكير بضرورة الالتزام بالضوابط الصحية التي هي اليوم أولوية وامتياز بالنسبة للمواطنين، بما فيها ارتداء الأقنعة الواقية، احترام مسافة الأمان والتباعد الجسدي. هذا هو العلاج الحقيقي لوباء كورونا. للأسف أكثر من 280 حالة سجلت أمس، ولجنة رصد ومتابعة تطور هذا الفيروس في الجزائر أرجأت هذا السبب إلى عدم التزام المواطنين بهذه الضوابط الصحية الضرورية واللازمة قبل الخروج من البيت. بعد الفاصل ضيف الصباح. ضيف الصباح السيد بن عاشور، السيد عاشور بن كرو، مستشار مكلف بالاتصال والتعاون بالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. صباح الخير سيد بن كرو، وشكرا على قبولكم الاستضافة. صباح الخير وشكرا على الاستضافة. لماذا لم أقدم الموضوع؟ لأنني قدمته في بداية البرنامج وتحدثت عن دور طبعا الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في مرافقة هذه المشاريع. بداية بطاقة تعريفية عن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. شكرا وصباح الخير لكل مشاهدين الكرام. الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر هي هيئة أنشئت بموجب مرسوم رئاسي في سنة 2004، وانطلقت في النشاط في مارس 2005. هي وكالة تنشط في المجال الاجتماعي والاقتصادي، في المجال الاجتماعي لإدماج الفئات الهشة في الحياة الاجتماعية وكذا في الحياة الاقتصادية. هي وكالة تتوجه أكثر إلى الفئات التي لا تتوفر على إمكانيات للاستفادة من القروض البنكية الكلاسيكية. إذن هي فئات هشة قد تقطن في المناطق الريفية، في المناطق النائية لها قدرات محدودة جدا. الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر توفر عدة خدمات، منها خدمات مالية وخدمات غير مالية. الخدمات المالية تتمثل في قروض مصغرة، أولا لشراء المواد الأولية لبعث مشروع ما. هي قروض محددة ب 100,000 دينار جزائري،
وقد تصل إلى 250 ألف دينار جزائري بالنسبة للولايات الجنوبية، وهذا بموجب خصوصيات هذه المناطق. هناك نمط آخر من القروض، وهي قروض لإنشاء مشاريع جديدة، مؤسسات مصغرة جديدة، وقد تصل إلى مليون دينار جزائري، أي 100 مليون سنتيم. وتجدر الإشارة أن هذه القروض هي بدون فوائد، يعني خاصية بالمقارنة مع القروض الأخرى للبنك. نعم، وهي مدعمة بنسبة 100%، يعني بدون أي فوائد، سواء القروض التي تمنحها الوكالة لشراء المواد الأولية أو القروض البنكية المقدرة ب 100 مليون. من يستفيد من هذه القروض سيد بنكرو؟ يستفيد منها أساسا النساء، وهي تشكل حوالي 64% من مجموع المستفيدين من القروض المصغرة، والتي والعدد تاعهم اليوم مقدر ب 921 ألف مستفيد. موجهة أيضا إلى النساء في المناطق الريفية، موجهة إلى خريجي الجامعات وخريجي معاهد التكوين المهني، موجهة كذلك لصغار الفلاحين وصغار التجار، وكل من تتوفر فيه قدرات مهنية ولكن ليس له إمكانيات مادية لإنشاء مشروع مصغر. يمكن لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة الاستفادة من هذه القروض المصغرة؟ ونعم، وهذه الفئة نولي ومعالي وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تولي أهمية قصوى بالنسبة لهذه الفئة من المجتمع. نعم، فئة من المجتمع تحتاج إلى رعاية، تحتاج أيضا إلى مرافقة. ليلى محتوت تضعنا من خلال هذا الروبورتاج في صلب وجوهر اهتمامات القرض المصغر، أو نعم اهتمامات ميكانيزمات القرض المصغر الخاص بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة. تواصل الجزائر جهودها الرامية لتكفل أحسن بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال القرض المصغر الذي يهدف إلى إدماجهم في الحياة الاجتماعية وكذا مرافقتهم لإثبات فاعليتهم في التنمية الاقتصادية. تحصلت على القرض ورجعته في وقته. النداء هو رانا نتعبوا كثير باش نتحصلوا على العمل. أنا عندي عائلات راهي هنايا. عندي عائلات راهي هنايا، وعائلات يعني فيها اكثرها سوسيال، لان كاين الامراض المزمنه، كاين السكري، كاين عندها لازم. اذا ما كان عنديش العامله وتقدري تسقسيهم نخدموا، ومن بعد ما كاش خدمه يروحوا لديارهم، وما نقدرش نخلصهم في الفتره اللي يقعدوا لديارهم لانه ما كاش عمل، ما عنديش عمل. هذه هي الفتره، هذه هي اللي نتمنوا باش الوزارات يعاونونا، يساعدونا، يشوفوا فينا، يعطونا العمل. هناك يعني نوعين من القرض المصغر. هناك النوع الاول موجه لشراء مواد اوليه والقيمه مقدره ب 100,000 دينار جزائري، وهذا القرض موجه خاصه للنساء الماكثات في البيت. والنوع الثاني هو لشراء لخلق المشاريع، أي شراء الآلات والعتاد، والقيمة المالية تقدر بمليون دينار جزائري. جهاز القرض المصغر من شأنه أن يدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة السياسية والاقتصادية وحتى الثقافية، وهو بذلك مرحلة جديدة لتعامل الدول والمؤسسات والأفراد مع الإعاقة. مرحلة جديدة، أكثر أمل وتفاؤل لهذه الفئة التي تحتاج لدعم ورعاية ومرافقة يتجسد من خلال هذه الآليات التي توفرها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. كنت في بداية برنامج هذا الصباح استضفت السيد عاشور بنكرو، مستشار مكلف بالاتصال والتعاون. صباح الخير مرة أخرى سيد بنكرو. عندك بلغة الأرقام إحصائيات محددة في تجربة التمويل التي تقودها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر؟ بالنسبة للإحصائيات وبصفة عامة، إلى نهاية أفريل 2020 لقد مولت الوكالة أكثر من 921 ألف مشروع مصغر، منها 90% موجه لشراء المواد الأولية و10% بالنسبة لخلق مؤسسات مصغرة جديدة. من بين المستفيدين هناك 63.5% نساء والبقية رجال. بالنسبة للمستفيدين الجامعيين أو خريجي معاهد التكوين المهني،
أكثر من 20,000 متخرج جامعة استفاد من القرض المصغر، و 90,000 من خريجي مؤسسات التكوين المهني. والوكالة مولت في قطاعات نشاط عدة، منها الخدمات، منها الفلاحة، منها الصناعات الصغيرة، منها الصناعات التقليدية، التجارة والصيد البحري. هل هناك أولوية في منح النشاطات؟ هذه القروض؟ لا لا لا، احنا نمول النشاطات حسب طلب اصحاب القروض، حسب مؤهلاتهم وحسب طلباتهم. الاكثر طلبا اليوم في ساحه السوق، في سوق وفي حقل الاقتصاد الوطني، الاكثر طلب هناك الصناعات الصغيره، خاصه الصناعات التحويليه، وهناك الخدمات، وكذلك الفلاحه والزراعه وتربيه المواشي. هذه هما القطاعات اللي استفدت اكثر من جهاز القرض المصغر. نعم، جهاز القرض المصغر هو جهاز ادماج اجتماعي واقتصادي، اجتماعي بالنظر الى اهتمامه بكل فئات المجتمع، اقتصادي لان المحور هو محور انشاء مؤسسات مصغره، مشاريع مصغره. ماذا يتضمن؟ يعني ذكر من خلال الاستجواب السيد المدير الجهوي لبومرداس على شراء الماده الاولويه، اقتناء عدد وتجهيزات، ممكن ان تشرح لنا العملية أكثر سي بن كرو؟ هناك هذا القطاع، جهاز القرض المصغر انطلق في ظروف صعبة جدا، انطلق بعد العشرية السوداء، وفي هذا الوقت كان كثير من اللي ينشطوا في القطاع الاقتصادي فقدوا الآلات تاعهم، فقدوا الإمكانيات تاعهم. لذا جهاز القرض المصغر كان لبعث بعض النشاطات اللي راح تندثر. لذا أنشئ لأول مرة نمط تمويل لشراء المواد الأولية، لأن هناك كثير من الناس عندهم آلات، عندهم معدات، عندهم بعض الوسائل، ولكن يفتقدون الإمكانيات المالية. لذا هناك قرض مخصص لشراء المواد الأولية ومزاولة وبعث النشاط. النمط الثاني كما تفضلت قبل، هو لإنشاء مشاريع جديدة، وهو موجه لشراء العتاد، لشراء المواد الأولية، وكذلك لتهيئات المحل الذي يستقبل النشاط. نعم، عند مباشرة الإجراءات الخاصة بالحصول على التمويل من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، كيف تتم يعني وتيرة هذه الإجراءات؟ أنا مثلا في مسألة طول الإجراءات، كيف يعني يتم يعني تكوين الملف من أجل التسجيل على مستوى الوكالة؟ شكرا، هذا يجرني إلى أتحدث عن الخدمات غير المالية التي توفرها الوكالة. أولا هي الاستقبال والمرافقة. الاستقبال والمرافقة، لقد سخرت الوكالة 554 خلية مرافقة على مستوى كل دوائر الوطن، و 49 مديرية ولائية و 10 مديريات جهوية. هنا هذه المكاتب تستقبل المواطنين طالبي القروض للمرافقة والنصح. وبالنسبة للموارد البشرية، سخرت كذلك حوالي 900 مرافق ومرافقة عبر التراب الوطني، وكذلك 150 مرافق متخصص في التكوين في عدة مجالات: تسيير المؤسسات المصغرة، إنشاء المؤسسات المصغرة، التربية المالية إلى آخره. وهناك كذلك 50 مرافق مكلف بالاتصال تقوم بعملية التحسيس كذلك. بالنسبة للإجراءات، هي إجراءات بسيطة جدا. أولا هو ملف مبسط، وكذلك شروط تأهيل مبسطة. يكفي أن يكون من طالب القرض أن يكون عنده 18 سنة فما فوق، أن يتمتع بمهارات أو كفاءات في مجال النشاط تاعو، حتى ولو لم تكن مثبوتة بشهادة إلى آخره. وكذلك أن يكون يعني يتمتع بمقر إقامة ثابت. ويمكن أن يقدم الملفات سواء إلى خلايا المرافقة على مستوى الدوائر، وكذلك أو
عبر المنصة الإلكترونية لتسجيل عن بعد التي وفرتها وضعتها تحت الخدمة الوكالة في سنة 2020. أي واحد يقدر يطلب القرض عن بعد عبر الإنترنت. وقيمة التمويل تختلف سي بنكرو، يعني قيمة أقصد على حسب الطلب؟ على حسب الطلب وحسب طبيعة النشاط. لذا كل مرافقي الوكالة مكونين لدراسة الملفات، ويكون تحديد قيمة القرض بين المقاول يعني طالب القرض وبين مرافق الوكالة. هناك حيوية في طلبات الرعاية، يعني الرعاية إن صح التعبير، هذه الرعاية وهذه المرافقة؟ نعم، بلغة الإحصائيات مثلا بالنسبة لسنة 2019 مثلا 2020 إلى 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 غاية أبريل 2020 أكثر من 340 ألف مستفيد من خدمات الغير مالية التي توفرها الوكالة، منهم 221 ألف في برامج التكوين اللي شاركوا في ورشة التكوين، هناك 20 ألف اللي شاركوا في صالونات ومعارض للتسويق، وهذا خدمة اللي تقدمها الوكالة، دونك معارض لتسويق المنتوجات تاعهم. وهناك 90 ألف مستفيد من المصادقة للقدرات أو المهارات أو الكفاءات، لأن هناك كثير من طالبي القروض لهم تجربة، لهم مهارات، لهم قدرات، لكن لا يتمتعون بشهادات. لذا نقوم مع شركائنا سواء مؤسسات التكوين المهني أو غرف صناعة تقليدية أو الغرف الفلاحة في المصادقة على هذه المهارات باش يتمكن المستفيد من الحصول على القرض البنكي. اتفقنا على تحفيزات موحدة فيما يخص، يعني أقصد مثلا بعض المناطق عندها خصوصية أن مهم ربما أن نقدم علامة إضافية، يعني في مجال المرافقة وفي مجال هذا الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، أقصد يعني بعض المناطق البعيدة مثلا، مناطق الظل وغيرها. هل هناك ميزة وخصوصية في مرافقة هذه المشاريع التي تتم على هذا المستوى؟ الميزة والقيمة المضافة اللي تقدمها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أننا نقوم بمرافقة جوارية، خاصة كما تفضلتم في المناطق النائية، في المناطق الظل، في المناطق البعيدة، وفي المناطق التي تشهد نقص فيما يخص الإعلام. لذا المرافقين الوكالة يتوجهوا ويقوموا بعملية التحسيس والمرافقة والنصح حتى في البيوت، حتى في مكان مقر سكن هذه الفئات. وبما أننا نتوجه أكثر إلى الفئات الهشة، نقوم بهذا العمل لكي نخفف عليهم عبء التنقل إلى مقرات الوكالة، خاصة فيما يخص هذه الفترة التي نعيشها هذه الأيام، هي وباء كورونا. لذا نفضل أن المرافقين يتنقلوا إلى مقر سكناء هذه الفئة جوارية. حتى الهدف، يعني الهدف الأساسي والرئيس يعني من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر تندرج ضمن أهمية، يعني أو إلى الأهمية لخلق أسر منتجة يعني في المجموعة الوطنية. يعني أقصد الآن هذا القرض موجه خاصة للعائلات، للنساء الماكثات في البيت، من أجل إنشاء مشاريعهن المصغرة. يعني بالفعل، ومعالي الوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أولت أهمية ثانية بالنسبة للأسرة المنتجة، وبالنسبة خاصة للمرأة الريفية التي تقوم بعملية تجنيد هذه أفراد الأسرة، لأن هناك حوالي من بين المستفيدين من القروض المصغرة هناك 32% موجهة للنساء القاطنات في المناطق الريفية. وبحكم نمط الاجتماعي تاعنا، فإن دور المرأة في توحيد الأسرة وتوحيد كل الطاقات المنتجة في المناطق الريفية، فإنها تقوم بهذا في هذا العمل، ونحن نرافق هذه الفئات السكانية، نرافق هذه العائلات المنتجة بقروض مختلفة وفي نشاطات تكاملية، قد تكون إنتاج ثم تحويل ثم تسويق. لذا يمكن للوكالة أن تقدم قروض لنفس العائلة المنتجة ولكن في نشاطات مختلفة
تكميلية. يعني ممكن أن تستفيد أو أسرة واحدة من العديد يعني. بالفعل 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 وقد هناك تجارب هناك تجارب رائدة في هذا الميدان. هناك مثلا نعطي مثال بسيط في المناطق الريفية، أنه الرجل يقوم ب ينشط في الميدان الزراعي الرعوي، والمرأة تقوم بصناعة تقليدية في البيت، وتقوم كذلك هناك أولاد يقومون بتحويل المنتجات الزراعية. دونك وهناك واحد آخر يستفاد من وسيلة تنقل لتسويق المنتجات. هذه هي دونك الحلقة المتكاملة، الحلقة المتكاملة لهذه النشاطات. نعم جيد جدا. بلغة الآن المواعيد بلغة المواعيد والمواقيت، كم نستغرق من وقت للحصول على قرض يعني من الوكالة؟ هذا يختلف تقريبية يعني مقارنة. تقريبية يمكن القول بالنسبة للقرى الموجهة لشراء المواد الأولية قد تستغرق شهر أو شهر ونصف، لأن القرض تمنحها الوكالة نفسها. بالنسبة للقروض البنكية والتي تحتكم إلى إجراءات أخرى قد تصل المدة إلى شهرين ونصف. أنت تقصد طبعا المتضمنة اقتناء أعتاد وتجهيزات هكذا. بالفعل. يعني مرافقة للمشروع ومرافقة للمشروع. بالفعل. بالفعل. نعم. هذا تجربة التمويل التي تقودها يعني، ما هو تقييمنا الآن، تقييمكم أنتم من جهتكم، تقييم المجموعة الوطنية لأداء الوكالة الوطنية لتسهيل القرض المصغر بما فيها طبعا الأفاق المستقبلية يعني في ضوء هذه التحديات الاقتصادية التي يفرضها علينا العالم اليوم؟ الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر لقد أثبتت أن يمكن للقرض المصغر أن يكون عامل إيجابي في إدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة. أثبت أن يمكن لأي واحد أن يستفاد من القرض وأن يخلق نشاط وأن يدخل ولوج عالم المقاولاتية حتى ولو لم يكن مؤهل منذ البداية. بالنسبة للمرافقة الذي تقوم به الوكالة يعني باش نوجدوا هذا لتحضير هذا طالبي القروض القروض الصغيرة باش يكونوا مقاولين كبار في المستقبل. بالنسبة للآفاق المستقبلية والآفاق يعني بالنسبة 2020 تحدثنا عن ذوي الاحتياجات الخاصة. لقد لأول مرة وبتعليمات معالي وزير التضامن الوطني والأسرة وقضاء المرأة خصصنا 5% من مجموع القروض التي تمنحها الوكالة بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، بنقط الأرقام حوالي 1500 مستفيد ومستفيدة بالنسبة برسم سنة 2020. بالنسبة هذه الفئة سخرنا كذلك كل موارد البشرية وكل موارد المالية اللازمة، خاصة الموارد البشرية لأننا نهتم كثيرا بالمرافقة والتكوين والعمل الجواري. كذلك قمنا تجور يعني دائما في 2020 بتحيين كل المطويات وكل دائم الاتصالية سواء بلغة البراي أو بلغة الإشارة بالنسبة لهذه الفئة، وسنقوم بالتحسيس في البيوت. بالنسبة للوكالة بصفة عامة راح نمول في سنة 2020 حوالي 37 ألف نشاط مصغر جديد. نعم تكلمت عن المرافقة وتكلمت عن مسألة التكوين، كنت سأطرح سؤال من قبيل الحديث عن هذه الأجهزة المستحدثة من طرف الدولة والتي توفر على مستواها خبرات، يعني خبرات مرافقة مثلا خبراء مختصين في الجانب الاقتصادي وغيرها، هل توفرها الوكالة أيضا عدل يعني تمويل هذا المادي الذي نتحدث عنه؟ نعم نقوم العمل تقوم بالكفاءات اللي غير موجودة والخبرات غير موجودة في الوكالة نقوم بتسخيرها عن طريق الشراكة. لذا الوكالة أبرمت عدة اتفاقيات سواء مع مؤسسة التكوين المهني، مع الجامعات، مع غرف الفلاحة، مع غرف الصناعة التقليدية، مع أساتذة جامعيين إلى آخره لتوفير هذه الخبرة. أولا بالنسبة لتعزيز قدرات موظفي الوكالة خاصة المرافقين، وكذلك إشراكهم في اللجان التأهيل الولائية لدعم نصائح
ولدعم إرشادات لمستفيدين القروض المصغرة. هذه الدعائم حتى الإرشادات يعني تتم من خلال حتى المنابر الإعلامية ومن خلال قنوات إيصال يعني هذه المعلومة يعني. ونستعمل ونستغل وكل الفرص اللي تمنحنا وسائل الإعلام المرئية السمعية أو البصرية ليس فقط للترويج ولكن للتحسيس على أهمية التكوين، أهمية المرافقة، أهمية الإرشاد قبل وأثناء إنجاز مشروع مصغر. لأن الدراسة الأولية هذه مهمة يعني حتى قبل انطلاق المشروع وقبل مباشرة يعني إجراءات الحصول على التمويل يعني من طرف وكالتكم. نعم، وهذا يستغرق وقت لأن الدراسة هي اللي راح تقولنا مدى نجاح، ما هي فرص نجاح المشروع في المستقبل، لأن الهدف تاعنا هو خلق مشروع ولكن ديمومة هذا المشروع والفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي تنجر من هذا المشروع. وكم من مشروع دام يعني في الميدان ومن كم من مشروع نجح يعني بفضل هذه السواعد يعني. رزمو ما عنديش يعني الاخر احصائيات مدققة بالنسبة للمشاريع الفاشلة، ولكن هناك مشاريع فاشلة في ككل هيئات وفي كل بلدان العالم بالنسبة لجهاز القرض المصغر، ولكن اليوم يكفي ان هناك 921 ألف مشروع يعمل وينشط في الميدان. وهذه المشاريع خلقت أكثر من 1,300,000 منصب شغل دائم. نعم سيد بن كرو، خلاصة ما تحدثنا عنها اليوم من خلال بوابة برنامج هذا الصباح، وأننا نحن نتحدث عن الدور الريادي الذي تقوم به الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، مرتبط أساسا بأن هناك خيارات مطروحة، إذن هناك آليات مستحدثة من أجل مرافقة حاملي المشاريع من أجل إنجاز مشاريعهم وأيضا إنشاء مشاريعهم. هناك آلية مملوحة كما تفضلت، وهناك أبواب مفتوحة، وهناك فرص متاحة. ومن هذا المنبر أدعو كل شباب وكل نساء وكل من له إمكانيات وله مؤهلات وعنده رغبة في إنشاء مشروع مصغر أن يتفضل إلى كل مواقع أو مراكز استقبال الملفات عبر التراب الوطني، وإن تعذر لهم الأمر يمكن أن يقوم بتسجيل عبر البوابة الإلكترونية للوكالة. يعني تنشط حتى رقميا، يعني الوكالة تنشط رقميا. نعم، هناك منصتين. المنصة الأولى يمكن لطالب القرض أن يسجل طلبه عبر هذه المنصة، والمنصة الثانية هي منصة موجهة لتسويق المنتوجات القرض المصغر. يمكن لأي مستفيد من القرض المصغر أن يلج إلى هنا، أن يدخل إلى هذه المنصة، أن يسجل نفسه وأن يسجل كل المنتوجات تاعه يمكن التسويق عبر الإنترنت. سيد عاشور بن كرو، مرة أخرى شكرا جزيلا لك، أنت مستشار مكلف بالاتصال والتعاون على مستوى الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. الحديث إذن كان عن الآلية المستحدثة والمرافقة لحاملي المشاريع، وفي نفس الوقت أيضا هذه الآليات المتاحة من هذه الصبغة، كيف يمكن أن نستفيد من هذه الخيارات المطروحة. متواصلون معكم من خلال هذه النافذة الخدمات المتنوعة. فاصل ونواصل. في إطار إجراءات مكافحة جائحة كورونا، قررت الحكومة إجبار المواطنين على حمل القناع الواقي للحد من انتشار الوباء وانتقال العدوى بين الأفراد. وضع القناع الواقي إجباري وعدم الالتزام بهذا الإجراء الصارم يعرض المخالف لعقوبات قانونية. يمنع منعا باتا دخول الأماكن العمومية كالأسواق المغطاة وغير المغطاة والمحلات التجارية والمقابر والمرائب دون ارتداء القناع الواقي، إضافة إلى التباعد المكاني والمسافات. وضع في متناول المواطنين الحصول على الأقنعة الواقية على نطاق واسع، وتتكفل بتوزيعها على المواطنين لجان المجتمع المدني ومختلف جمعياته. الحكومة لها الثقة المطلقة في استجابة المواطنين ووعيهم وتضامنهم في هذه المرحلة من التعبئة الشعبية للتصدي لوباء كورونا.
تعبئة جماهيرية وشعبية تحتاج إلى الجميع، تحتاج إلى السواعد، وتحتاج أيضا إلى التذكير بهذه المستلزمات الصحية الضرورية من أجل مواجهة هذا الوباء، وباء كورونا. يجب أن نذكر بها مرارا وتكرارا، ونذكر بأن حتى المحتوى الرقمي الموفر على المنصات الرقمية يمكن أن يساهم بصورة إيجابية وبفعالية إيجابية في صنع محتوى جدي بعيد كل البعد عن الإثارة. هو القادم والتالي في برنامج هذا الصباح. والحديث عنه، يعني عن صناعة المحتوى بين الجدية والإثارة، سيكون مع ضيفنا وضيفكم في هذا الصباح السيد سيدالي المغري، صانع محتوى إلكتروني. صباح الخير، مرحبا سيدالي. صباح الخير، شكرا جزيلا على الاستضافة. مرحبا وشكرا على قبولك الاستضافة. صافي في الإزيان. من أين نبدأ، يعني من هذا السؤال اللي طرحناه اللي يتكلم عن صناعة المحتوى الرقمي بين الجدية والإثارة؟ كيف يمكن أن نصنع محتوى رقمي يليق بهذه المتطلبات المجتمعية اليوم؟ والله هو سؤال فيه جوانب مختلفة، زعما هناك الكثير من الأسئلة في هذا السؤال. النقطة الأهم والأكثر أهمية هي تحديد معنى المحتوى الهادف. إذا حبينا احنا نصنع محتوى هادف، ما معنى محتوى هادف بالضبط؟ ثم هنا ندخل في بعض الإشكالية. لأنا شخصيا لا أتفق مع صناعة محتوى هادف، وإنما مع رفع المستوى تاع صناعة المحتوى بصفة عامة. لاخاطش كوميديا جميلة، شيء جميل نسحقوه، ربما ماهوش هادف، ما عندوش أهداف واضحة للتغيير ولا، ولكن هذيك الكوميديا الجميلة شيء مهم جدا في صناعة المحتوى ولا في الإعلام. يتسمى ما جاتش في صناعة محتوى هادف بقدر ما هي حول رفع مستوى صناعة المحتوى بصفة عامة وتشجيع صناعة المحتوى بصفة عامة. كيف نرفع هذا المستوى؟ والله هو سؤال هذا فيه تفكير كثير لازم له، ولكن أولا لازم الكمية قبل النوعية. ثم يكونوا كاينين الكثير من الناس اللي راهم حابين يصنعوا محتوى، اللي حابين يعبروا على رواحهم، اللي حابين يعبروا على الافكار تاعهم. كي تزيد هذيك الكمية مع مرور الوقت النوعية راح تزيد اوتوماتيكمون، باسكو اللي كاين كومبيتيسيون، تنافس، كاين ناس بزاف يخدموا في محتوى مختلف، نتعلموا من بعضنا بعض. يتسمى فريمون لازم هذوما ربما نقطتين اساسيتين، بصح من بعد هناك نقاط اخرى. احداها هي ايجاد طريقة لتمويل صناع المحتوى. هناك طرق تمويل غير تقليدية كثيرة اللي راهي جاية ربما حبة حبة للجزائر، اللي تكزيستي في أماكن مختلفة، اللي تخلي صانع المحتوى يقدر يتفرغ لصناعة المحتوى اللي عنده جمهور كذا، لكي للتطوير والتحسين والاستمرارية بشكل أكيد. حتى يحتاج إلى ضوابط أخلاقية يعني ومهنية صناعة المحتوى. أكيد شيء أكيد، هذا ربما ماشي غير صناعة المحتوى، ولكن الوجود كشخص لازم لك ضوابط أخلاقية إلى غير ذلك. يتم نعم بشكل أكيد. نعم، الكثير من الناس يعني توجهوا الآن، اغتنموا فترة الحجر الصحي للتوجه لمحتوى هادف من خلال التحسيس مثلا على منصات يعني توعوية تحسيسية بهذا المرض كوفيد-19. العينة من خلال هذا الروبورتاج، العينة من وهران، وينسج طبعا هذا البورتري لزوجين من وهران اغتنم فترة الحجر الصحي لصناعة محتوى هادف، ينسج قلت هذا البورتري سفيان مقنين. إذا اعتبرنا أن الكورونا مدرسة، فإن واحدا من دروسها هو تعلم الاستغلال الأمثل لفترة الحجر الصحي في تطوير مهارات أو إنتاج مبادرات رقمية جديدة، وهذا ما جسده زوجان شابان من وهران بإطلاقهما لبودكاست صوتي أثناء فترة الحجر الصحي. أنتم تستمعون إلى بودكاست الصوت بالورقي. إلى كل طموح شغوف بالمعرفة ومتعطش للتجديد، هذا البودكاست لك. أنا دكتور رحو أسامة، طبيب وديزاينر. أنا إيمان بودالي، دكتورة صيدلانية. الصوت بالورقي أول بودكاست جزائري يقدمه زوج وزوجة. بودكاست مقارنة بقنوات الإذاعة، يعني شخص عادي يكون عنده محتوى مسموع مش مرئي، تكون عنده محطة في الإذاعة ويدير الحصص تاعه، ممكن يدير حصص يومية وأسبوعية، وهذا يعتمد على النشاط تاعه. المواضيع اللي راح نناقشوهم بطريقة مختلفة، وجهة نظر مختلفة، حتى ولو كانت يعني مواضيع تخص النساء ولا تخص الرجال، لكن راح يكون فيها رأيين مختلفين، هذا اللي يمدلها يعني ثراء أكثر وحتى مصداقية أكثر.
مواقع التواصل الاجتماعي رسخت صورة معينة لفكرة النجاح، يعني النجاح ولا هو عنده اللي زابوني بزاف، ولا النجاح هو اللي عنده اللي يطلع لي فيديو ويصور كل يوم شراه يدير، ولا النجاح هو اللي زعما عنده مشروع خاص، مع أنه النجاح ممكن يكون إنسان نجح غير في حياته، في حياته اليومية زعما، ولا نجح غير في بيته، ولا المرأة ناجحة في تربية أولادها مثلا زعما. وفوا تجي الفكرة لازم الانسان يدرسها، لكن ماشي دراسه معمقه اللي تدي منها سنوات. كاين الناس من طلقنا المشروع تاعنا قالوا لي كانت عندنا الفكره، بس هذا هو الفرق بين الانسان المبادر والانسان اللي ينتظر الفرص. مثل هذه المشاريع الصغيره العائليه لا تحتاج الى استثمار مالي ضخم او مساحه عمل كبيره، بل يكفي التحلي بروح المبادره والابتكار لتحقيق النجاح في عالم سيكون المحتوى الرقمي واحدا من مفاتيح مستقبله. وروح الابتكار حضرت بقوة في زمن وجائحة الكورونا، ووجهت هذه السواعد وهذه الخبرات وهذه الكفاءات من أجل مساعدة المواطنين، يعني خاصة عندما نتحدث عن هذه المحتويات. كنت رحبت بصانع المحتوى سيد علي المغري، عندك تعليق على الروبورتاج كنت تابعه يعني بتمعن وباهتمام؟ لا، شيء جميل جدا، أنا نعرفه على كل حال ونعرف المبادرة، وشيء جميل جدا لأنه كاين مبادرات مماثلة أيضا كثيرة اللي شفناها سواء في زمن كورونا ولا حتى من قبل شويه، وين كاين هذا التطور، مش التطور، الخطوه الى الامام اللي خضيناها في صناعه المحتوى ككل الجزائري والمغاربي بصفه عامه. تما هذا مثال من الامثله اللي خليني انا سعيد وخلي ربما الناس كاع سعداء، لانه هذا راه رايح يساهم في تطويري وتحسين المستوى بصفه عامه. تحدثنا عن مبادره يعني كعينه كانموذج، ولكن فيه كثير من المبادرات. تماما. فيما تصب هذه المبادرات الخاصه بصناعه المحتوى في الجزائر؟ يعني انت عندك اهتمام وعندك اطلاع على هذا الميدان. تصب في زوايا مختلفة، لاقاش في نهاية المطاف صناعة المحتوى هو شيء شخصي، إنسان يجي يعبر على الأفكار تاعو بغض النظر هذيك الأفكار وشنو هي عن طريق الإنترنت، ثم يعطيك هذيك المساحة باش تكون أنت كشخص تعبر عن ما تريده. هذا هو الاختلاف ربما ما بين صناعة المحتوى ولا الإعلام التقليدي، وين لازم يكونوا كاينين بضعة ضوابط. تما تصب في زوايا مختلفة، وأحد الأهداف اللي في رأيي أنا باش نطوروا صناعة المحتوى لازم نروحوا في الأصلية، كل إنسان يشوف هو واش راهو حاب عليه، منهم حابين يهضروا واش يميتريزيو واش من الحاجات اللي عندهم شغف ليها، ومن ذلك يبنوا المحتوى ويصنعوا المحتوى تاعهم. تما تصب في زوايا مختلفة. أنت كتجربتك الشخصية يعني في مجال صناعة المحتوى أين انفردت، بماذا انفردت بالمقارنة مع مبادرات أخرى موجودة يعني اليوم؟ في البدايه اوكي، للاجابه هناك جانبين. في البدايه بديت انا في اليوتيوب، منصه سمعيه بصريه، وبديت انا ندير مراجعات لكتب ومقالات باللغه بالدارجه زعما بلغه بسيطه جدا، وكتب بالانجليزيه كتب بالفرنسيه، وانا قريت سيكولوجي علم نفس، يتم اغتنمت تلك الفرصه لتبسيط مفاهيم في علم النفس في الفلسفه في علوم الاجتماع الى غير ذلك، وهذه لمده ربما 8 اشهر من دون توقف ولا 7 اشهر، هذه 2018. ربما كانت هذيك الانفراد الأولى وين حطيت اسمي كصانع محتوى رقمي، والآن رحنا الكثير من الشباب وكثير من صناع المحتوى راحوا في هذا المحتوى السمعي اللي هو دي بودكاست، محتوى سمعي اللي يسمح لك بالتطرق لمواضيع طويلة أكثر معمقة أكثر، خاصك يعطيك وقت أكثر، لأنه الإنسان كيكون يسمع في بودكاست سمعي يديروا بطريقة ثانوية، راني نسوق وراني نسمع، راني نخدم وراني نسمع، إذاعة يعني إذاعة فوالا. يتم الاختلاف بينها وبين السمعي البصري وأنه تسمح لك بالتطرق لمواضيع بطريقة أطول وبطريقة أعمق، وهذه أنا بديت المحتوى السمعي صافي سنة، وكان كاين استجواب، كان كاين استجابه جميله درجة جدا، درجه التاثير يعني كبيره، درجه التاثير كبيره، لانه الناس كي تسمع فيديو تتفرج فيديو تاع 10 دقائق اوكي حاجه مليحه، بصح كان تسمع بودكاست تاع ساعه في حوار عميق حول موضوع التاثير حيكون اكبر. درجة التأثير يعني ودرجة الإقبال يعني من مواطن بمختلف الفئات، يعني ما كاش فرق يعني عن المختلف الفئات العمرية أقصد يعني. أيوة، ولكن خصوصا الشباب من 18 ل 28 سنة هم الناس الأكثر على الأقل في المحتوى تاعي والمحتوى اللي نصنعه سواء في اليوتيوب سمعي بصري ولا المحتوى السمعي، الشباب هم الأكثر إقبالا عن هذا المحتوى. هناك من يصنع محتوى نخبوي يعني الناس كاين عينة مثلا أو أخاطبهم من خلال المحتوى الرقمي؟ أظن أنه في نهاية المطاف لازم كل صانع محتوى سيكون له عينة معينة من المجتمع اللي راهم يتبعوا فيه، خاطرش ما كاينش كيفاش نجي انا نحكي على كل شيء ولا نحكي ونتواصل مع كاع الناس، كاين ناس تفهمني كاين ناس ما تفهمنيش، كاين ناس تطيح على الكوستو كاين ناس ما تطيحلهاش على الكوستو، يتسمى في نهاية المطاف
الانسان لازم يعرف نفسه، يعرف المحتوى اللي يقدمه، يعرف وش من نوع تاع 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 الجمهور راحين يستجيبوا مع المحتوى هذاك. كيف نعمل على تحسين المحتوى؟ يعني حتى نعمل على تحسين حتى المحتوى. نعمل على تحسين المحتوى تماما. وفي نفس الوقت فوالا هذه هي كإجابة. صحيح، يعني حتى يعني ربما الاعتماد على ما ناخذه يعني في مدرجات الجامعه مثلا، كاين ما شاء الله شبابنا متعلم ومتكون في مختلف الاختصاصات، كيف نمكن ان نوظف هذا الاختصاص الجامعي او العلمي والاكاديمي في هذه المنصات الرقميه وفي هذه في هذا المحتوى الرقمي يعني. تماما تما كان انسان لاخش انا كشخص انا قريت بسيكولوجي اوكي، بصح خلفيتي البيولوجيه مثلا ضعيفه ولا خلفيتي التقنيه من ميادين مختلفه. تما كيجي انسان اللي قرا هذاك الدومين ويبسط لنا ذوك المفاهيم وذوك المصطلحات بطريقه مسليه جميله في في في, في هيكل صناعه في هيكل المحتوى فوالا، سيكون امر جميل جدا ماشي غير ليا ولكن للمجتمع الجزائري. لاخشي يولي شغل المستوى تاع الثقافه قاعد يطلع غير بشويه، ولكن في نهايه المطاف ماشي لازم كل صانع محتوى يكون صانع محتوى تعليمي تثقيفي التغيير الى غير ذلك، يقدر يكون من زوايا مختلفه برك يكون صادق ومبدع فيها ولا يغلط المجتمع أيضا. تماما بالضبط، يعني انا اقصد هذه الاخبار وهذه المعلومات يعني المغلوطه والزائفه تماما يعني التي لا يجب ان توظف في هكذا محتويات. عندما نتحدث عن هذه المحتويات قد تكون ايضا بصوره فرديه يعني او تكون بصوره جماعيه. انت تحدثت مثلا انك اختصاصك في علم النفس ولكن ممكن يكون فيه واحد يعني مختص في البيولوجيا، كيف يمكن ان نصنع هذه المبادرات الجماعيه في صناعه المحتوى؟ هذه المبادرات هناك طريقة واحدة لصناعة هذه المبادرة بطريقة مستدامة، لاخش قادر من غدوة نجو جماعة نديرو بصح ماشي مستدامة، سمعنا اسبوع اسبوعين تخلص، نحوسو حنا حاجة مستدامة ستة اشهر يعني تدوم فوالا. الطريقة الوحيدة ولا ربما التحدي اللي راهو يواجهنا فيه فيما يخص هذا هو طريقة تمويل هذه المشاريع وطريقة تمويل هذه المشاريع في عالم آخر ولا في العالم الغربي ولا في بلدان أخرى صابوا لها بضعة حلول، مش غير بضعة حلول، صابوا حلول كثيرة لهذا المشاكل، وين أصبح صانع المحتوى خدمته زعما إنسان خدمته يدير فيديوهات تعليمية ولا فيديوهات ترفيهية ولا دي بودكاست إلى غير ذلك. يتسمى هذا هو ربما التحدي اللي رانا أنا نافونسيو معه غير بشوية، وهذا يعكس مشي مشكل وحده مستقل ولكن جزء من مشكل منظومة. أكبر فوالا منظومة الدفع الإلكتروني من هذا الدفع الإلكتروني فوالا. يتسمى ربما هذا احد التحديات ولا الحاجات اللي لازم نركزوا عليها في المستقبل القريب لكي نسمح بمبادرات مثل هذه باش تنجح وباش تافونسي لقدام. خاطرش وكان ما يكونش في كاين كون ما تكونش مستدامه ماديا الانسان هذاك ماهوش حيديرها بليزير لستة اشهر شويه ما توليش. هناك من الشركاء الاقتصاديين من يهمهم امر مرافقه صناعه المحتوى الرقمي يعني تمويل اقتصاديين اصحاب شركات اصحاب مؤسسات كبرى. هي هناك طريقتين على حساب التجربة تاعي، هناك طرق مختلفة بصح زوج هما الأساس. الأولى هي التمويل من طرف شركات محلية ولا شركات وطنية واللي هي زعما لوجيك على خاطرش كيكون عندك 50,000 متابع ولا 100,000 متابع ولا معدل المشاهدات في فيديو كل أسبوع 50,000 على سبيل المثال وعندك فئة معينة من المجتمع يشوف فيك، يتسمى في نهاية المطاف أنا وكان عندي أنتربريز إت ميكس لوجيك نسبونسوري هذاك الفيديو لأنه كاين إقبال 50,000 في الأسبوع، تسمى ماديا تخرج على الشركة اعتمادا على صانع المحتوى واعتمادا على تخصص الشركة. ولكن الجانب الثاني وربما هي النقطة التي ستسمح في المستقبل بصناع المحتوى باش يركزوا أكثر على عملهم هو مبدأ سموها الدونيشن يعني بدل البديل مش البدل راحت لي ذاك المصطلح ولكن وين الجمهور يعني؟ الجمهور هو اللي يدفع مبلغ رمزي بصفة دورية لصانع المحتوى. لخش دوكا أنا يتبعوني مثلا 20,000 لو كان كل إنسان يدفع 50,000 اللي هي 50,000 سنتيم اللي هي 500 دينار في الشهر فوالا لو كان نحسب هذا واحد لو كانت تكون 100 راهي كافية لذلك صانع المحتوى باش يركز أكثر في هذا العمل وهكذا يديروا صناع المحتوى الغربيين خصوصا وحتى تمنح ربما فرصة لإقامة مشروع كبير في صناعة المحتوى لمدى شركات ونوظف متعددي الاختصاصات ونقدم هذا المحتوى الرقمي الهادف
أيوة. بحاجة إليه المجتمع اليوم. بالضبط بالضبط، وهذا تماما وش راهو يصرى في أماكن أخرى اللي ربما كان عندهم أسبقية ولا بدأوا في صناعة المحتوى قبل منا، هذاك هو نتيجتها هذه هي. بقي دوك فقط العمل وإلى الأمام باش نوصلوا لتلك المرحلة اللي راهي أقرب مما كانت. هل تتكتلون أنتم صناع المحتوى يعني في لقاءات، لا أعرف، لا أقول يعني تتكتلون في اتحادات، ولكن في لقاءات هكذا، لقاءات من أجل تبادل الخبرات، تبادل التجارب، مجال التكوين كذلك هذا الخصب المفتوح في مجال صناعة المحتوى؟ نعم، وهذه ربما شيء إيجابي جدا. اللي في البداية ما كانش كاين فريمون هذا 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 التعلم من بعضنا البعض، ولا هذا اللقاء ما بين صناع المحتوى، ولكن في فترة من الفترات ربما بداية من 2018 بدينا نشوفوا تعاون أكثر واستشارة أكثر وتعلم أكثر مما بين صناع المحتوى الجزائريين، اللي خلانا نشوفوا كيفاش تطور شوية المستوى من 2019-2020. شفنا تحسن في المستوى، وهذا واضح جدا بالنسبة للناس اللي راهم في الميدان، واضح لأنه نتيجته هو هذا اللقاءات وهذوما الإلهام نلهم بعضنا بعض. كي واحد كيطلع شوية المستوى تقول أوكي لاباس، ما تقول تنافس إيجابي، تنافس بناء، والقادم أفضل نورمالمون. كان نكملوا في هذا الوتيرة رانا ملاح. حتى المحتوى يجب أن يكون مقلدا، يعني بعيد عن التقليد وبعيد عن نعم. أن نعمل على ذلك، أن يعني يكون محتوى فردي انفرادي، يعني بصمة خاصة لصانع المحتوى. صحيح، ولكن في البداية زعما أخشى الإنسان يجي حيبدأ يقول أنا مانيش عارف كيفاش حنبدأ، ثم لازم التقليد هذا كيسرى فيها في البداية أقل أضعف أقل شيء ممكن باش الإنسان ينطلق، وبعد الإنسان مع مرور الوقت يطور الأسلوب تاعه وحتى يسقل خبراته يعني في هذا المجال. تماما يتم باش تبدا من الصفر، صعيبة شوية، ماكش عارف منين تبدا، ماكاش دير بار، ماكاش مدارس صناعة المحتوى، هو فن شخصي حصل به هذا براسك، دير كما حبيت. يتم التقليد ربما شيء لازم في البداية، غير شوية المينيموم باش الواحد ينطلق ومن بعد يطور الأسلوب تاعه الخاص. نعم، يطور حتى في طريقة تقديمه للمواضيع وفي مستوى تقديمه للمواضيع. نقدم المواضيع التي تهم المجتمع، نقدم المواضيع التي تحقق الأمن والاستقرار للمجتمع، ولا تحقق يعني هذه أثل الشك أو الريبة أو غير ذلك، يعني من بعض هذه المنطلقات السلبية التي لا يجب أن تكون عنوانا يعني للمنصات الرقمية. لا تمام، فهمتني يعني ما لا فهمتك وأوافق يعني. فهمتك وأوافق، رغم أنه أنا عندي واحد بين قوسين هكذا، رغم أنه صناعة المحتوى في نهاية المطاف هي شيء شخصي، ما كاش كيفاش نجبر أي شخص على اتباع أي أسلوب معين ولا أي وجهة نظر معينة، رغم أنني أتفق معك، ولكن يجب أن يكون حقيقة يعني، ولكن لن يكون يعني لا تكذب يعني الإنسان يعني عندما يملك منصة رقمية لا يكذب يعني هذا لا تماما تماما لا بالضبط بالضبط كاين واحد الضوابط، ولكن مسألة الرأي الاختلاف الرأي لا يفسد اللود لا أكيد أكيد لا شيء أكيد ما فيش مشكلة شيء أكيد نعم. وهذا فيما إيفالا يتم فيما يخص هذا هو صناعة المحتوى تلمو لشيء يعطيك الحرية للتكلم عن ما تريد، شيء أكيد حيكون كاين فيه تجاوزات وحيكون فيه ربما محتوى اللي ما يعجبناه شخصيا ومحتوى ولا أسلوب اللي ما لا نتفق معه، ولكن هذا جزء من صناعة المحتوى. أنت تتفاعل شخصيا مع صانع محتوى آخرين؟ أكيد شيء أكيد، لأنه أنا قبل ما أكون صانع محتوى كنت أنا أيضا أستهلك محتوى، ثم إحنا جينيراسيون يوتيوب إنترنت، ثم شيء أكيد جدا أنه وهذيك هي ربما اللي خلاتني شفت روحي راني نتعلم وأستفيد من صناع محتوى مختلفين، خلاتني نخمم نقول بالك ربما أنا ثاني ندير محتوى تاعي خاص وصدقت. وعندها خصوصية حتى يعني توافقني أيضا سيدالي أنه فيها المحتوى هذا الرقمي الوطني وأيضا الدولي، يعني كيف في درجة التأثير تختلف أيضا نعم. في رأيي الشخصي قد حان الأوان باش نطوروا محتوى وطني أصلي يرقى فوالا، باش بلا ما نحكوا بلغات أخرى، ماشي ما بلغة عربية، بالدرجة تاعنا الجزائرية ونقدموا محتوى للشعب الجزائري، من مواطن جزائري للشعب الجزائري ببساطة جزائرية، وهذاك المحتوى لازم يوصل واحد المستوى تاع صناعة وتاع تقنية إلى غير ذلك عالمية، لاخاطش المستوى في نهاية المطاف راه شوية تحت الوسط، شوية تحت الوسط، تما لازم يكون محتوى جزائري أصلي
بمستويات ولا ب والله بمستوى عالمي. نعم يعطيك صحة، شكرا جزيلا. وبمستوى عالمي تحدثنا عن صناعة المحتوى، وتحدثنا أيضا عن تجربتك سيدي علي المغري صانع محتوى إلكتروني، صناعة المحتوى الرقمي بين الجدية والإثارة. كان هذا هو المحور الذي ناقشناه اليوم في برنامجي هذا الصباح مع صانع محتوى إلكتروني أذكر سيدي علي المغري. نتمنى لك إن شاء الله التوفيق. شكرا جزيلا. السداد في ما تخطوه شباب الجزائر من عمل جبار ومنجزات جبارة في مجال التكنولوجيا وفي مجال الرقمنة. نغوص أحدث الإصدارات التكنولوجية وتحملها إلينا ياسين يافي ركن تكنولوجيا. اختراعات جديدة من عالم آخر لم ترها من قبل، لنتعرف مع بعض على أبرز الاختراعات التكنولوجية. جهاز مستوحى من الروبوتات التي تلعب كرة القدم، إذ أخذ المخترعون روبوتات ووضعوها رأساً على عقب واستخدموا عجلات لنقل الطرود. هو نظام نقل وتحديد موقع معياري عالي المرونة يستند إلى نهج تكنولوجيا النقل. تحتوي الوحدات السداسية الصغيرة على عجلات تشمل الاتجاهات ومرتبة بشكل خاص. طريقة عمل هذا الاختراع كالتالي: يمكن إنشاء مسار الطرد باستخدام برنامج على جهاز لوحي، ويمكن تغيير الاتجاه بالضغط على زر واحد. إذا انكسرت خلية فيمكن استبدالها في غضون دقائق. بالطبع نستطيع تنظيمها في تكوينات متعددة، إذ يمكن تحريك هذا الحزام الناقل في أي اتجاه. اجعل رحلتك أكثر متعة مع شاحن هاتف لاسلكي مدمج بحقيبة سفرك، وبنك طاقة قابل للإزالة، وقفل يمكنه التحكم بها. ثبت أن هذه العجلات أسهل من العجلات القياسية، فهي أول الحقائب المزودة بموزع شاحن لاسلكي مدمج متوافق مع الأجهزة اللاسلكية التي تدعم الشحن. حقيبة حاصلة على براءة الفتح بلمسة واحدة والحصول على ضرورياتك بسهولة. ماذا لو يمكنك التخييم فوق سطح الماء؟ منتج لخيمة الأولى من نوعها، فهي تسمح لك بالنوم على المياه بأنواعه، على المياه المالحة أو على النهر المفضل لديك، ليكون خرير المياه موسيقى نومك وعلى سطحه سيكون سريرك. لا توجد أعمدة للخيام، فهيكل الخيمة قابل للنفخ الكامل، كما أنها تتميز بالقوة والتحمل في حالة وجود الرياح. يحتوي جسم الطوافة على 3 غرف هواء، 2 في الأنبوب السفلي وواحدة في الهيكل، والأرضية عبارة عن تخانة عالية محيطة بقدر 6 إنش. تسمح الحلقات على الجانبين بإرفاق المرساة بسهولة، وبالداخل مساحة مريحة للأشخاص الذين يصل طولهم إلى 6 أقدام و3 بوصة. هذه أحدث الإصدارات التكنولوجية. إلى عالم التكنولوجيا والمحتوى الرقمي، مخاطره إذ إن تمت بصورة عشوائية أو فوضوية، وصعوبة الرقابة الأسرية. ضيف الصباح بعد الفاصل. وضيف الصباح في هذا الصباح سهيلة حريرية، الإعلامية والباحثة المتخصصة في التغير الاجتماعي وتكنولوجيات الاتصال. صباح الخير سهيلة، مرحبا. أهلا محمد. أهلاً، صباح الخير عليك وكل المشاهدين. سيدة حريرية، في البداية مهمة نتحدث عن هذا الموضوع واختيار هذا الموضوع. ما هي دلالة أن نختار محور الحديث عن الأطفال والمحتوى الرقمي بين مخاطر هذا التعرض العشوائي وصعوبة الرقابة الأسرية؟ بالفعل هذا الموضوع ليس بموضوع جديد، لكنه في الواقع موضوع متجدد في ظل الظروف التي تعيشها العالم مع جائحة كورونا، حيث ازداد التعرض مع الحجر الصحي والحجر المنزلي. زاد التعرض الأطفال
زادت عرض أطفال لهذه التكنولوجيا، حيث أصبح التوجه بدل الخروج للخارج ولا خروج خارج المنزل واللعب خارج المنزل، استعاض عن ذلك الشاشات سواء التلفزيونات أو الشاشات الرقمية التي يتعرض لها الأطفال بشكل رهيب، حيث تشير الدراسات إلى أن كل 30 ثانية يلتحق طفل بشاشة إلكترونية وتصفح عبر الإنترنت. يعني الأرقام رهيبة، والظاهرة تحتاج إلى الوقوف عندها، وبالتالي وعي الأولياء لما يحصل. وعي الأولياء لما يحصل، الحديث عن الرقابة الأسرية التي تتم على مستوى الأسر وعلى مستوى المجتمعات. ما هو موقع المجتمع الجزائري من كل هذا؟ يعني بالتأكيد الوعي هو الرهان، لأن في الوقت الحالي هناك دراسات تقول أن الأطفال الحاليين، أطفال هذا الجيل، هو جيل رقمي بامتياز، يعني جيل ينمو يلد وينمو ويترعرع في ظل محاط بتكنولوجيا رقمية في جميع بكل ما تعني الكلمة من معنى. يعني هذا الطفل لا يمكن أن نلومه، لكن وعي الأولياء هو الفاصل، لأن هؤلاء الأطفال وصلت يعني الاستهلاك هذا المواد الرقمية إلى حد 15 ساعة بالنسبة للمراهقين بين 13 و18 سنة. هذا رقم رهيب، حتى أن الأطفال من 3 إلى 6 سنوات يتعرضون للمحتوى الرقمي بمعدل ربع ساعات يوميا، وهذا رقم كبير. تقول إحصائيات العالمية من المركز الدولي للاتصالات، أنه الاتحاد الدولي للاتصالات يقول أن 1.5 مليار من سكان المعمورة يتصفحون الإنترنت، ثلثهم أطفال. يعني الرقم رهيب، لذلك يجب وضع الأصبع على هذا الخطر لإحاطة به وحماية الأطفال، لأن المحتوى الرقمي بالتأكيد غير آمن، خاصة على منصات الرقمية. الطفل لا يعي ما يحصل، هناك لديه دافع من الفضول للبحث والتعرف على الأشياء، وبالتالي أي شيء ممكن يغريه ويبعثه للبحث أكثر وأكثر، وهنا تكمن الخطورة. هنا تكمن الخطورة، لذلك يجب علينا، إن لم تكن هناك مسؤولية على من يصنعون المحتوى الرقمي، هناك مسؤولية على الأولياء في متابعة أولادهم. بالأساس هو توعيتهم بالأساس من هذا الخطر، إضافة إلى رقابتهم، وضع شروط محددة أثناء اقتناء الأجهزة الرقمية. مثلا لا يمكن حرمانهم تماما من هذه الأجهزة. يعتقد الأولياء أن انشغال الأطفال بهذه التكنولوجيا مثلا في وقت الحجر يقيهم من حوادث منزلية، لكن الحوادث ممكن تحصل على المدى البعيد، هي تتراكم، مثلا صعوبات اللغة، صعوبات حتى في نمو جسماني الأطفال بالنسبة لهم من هم في طور النمو، هناك مشاكل عصبية، مشاكل في نمو الحركي، مشاكل حتى في نمو العضلات والأعصاب، وبالتالي هذا يشكل خطر على الراشد الناشئ الذي سيكون فرد من المجتمع فيما بعد. هذا التأثير لا تظهر أكيد الآن بصورة أكيد آنية، ولكن أكيد ممكن حتى يعني أكيد هي مسألة تراكمات، لكن ممكن حتى تصل. هناك دراسات تتهم التكنولوجيا بأنها سبب في مثلا التوحد، صعوبة النطق لدى الأطفال، صعوبة التواصل الاجتماعي، حتى العنف مثلا، حتى في الألعاب. ممكن الأولياء لهذا الجيل، تؤكد الدراسات أنه يتجاوز أولياءه في استعمال التكنولوجيا. ممكن تشاهد في المجتمع أنه الأب لما يشتري جهاز هاتف نقال أو لوحة إلكتروني، يعطي لابنه المراهق لكي يبرمجه أو يضعه على يعني يحطه في التحيين مثلا، أكيد التحيين ولا وضع البرمجيات عليه أو وضع التطبيقات. ها هنا تكمن الخطورة، كيف لولي لا يعي التكنولوجيا أن يراقب أو يواكب ابنه؟ صحيح، هذا هو الإشكال. والإشكال أيضا تحدثت عن هذا المحتوى الآمن وغير آمن، كيف نصل إلى وصف يعني محتوى آمن وغير آمن؟ المحتوى الآمن يبدأ من صناعة الوعي، بدأ من الأطفال، وأيضا تدريب الأولياء، خاصة الأولياء الحديثين يعني العصريين، الذين لا يريدون بالتأكيد أن يحرموا أبنائهم من ما يحبون، وبالتالي التكنولوجيا هي تحصيل حاصل، لكن يجب أن نضعها وفق شروط الأمان. أول شيء هي التوعية وتربية الأطفال على الحوار، وضع شروط أثناء اقتناء الجهاز، مراقبة البرمجيات التي تدرج على أجهزتهم، حتى الألعاب. هناك ألعاب، كل ألعاب مناسبة لسن معين توليد العنف. هناك حتى يعني المحتوى خطير تأثيراته على كل أصعدة، حتى أخطر. أكيد يعني لازم، يجب
توعية في أوروبا شهدت موجة في وقت ما من التجنيد حتى في الجماعات الإرهابية، كانت عبر مواقع التواصل وعبر التكنولوجيات وعبر هذه التكنولوجيات. حتى المحتوى غير الآمن يتعرض له حتى الكبار من إشاعات وتهويل ممكن في الوقائع وأخبار زائفة، فما بالك بطفل صغير أو مراهق هو غير راشد لا يعي الأمور التي تحدث، وبالتالي يجب التحكم هنا على ندق ناقوس الخطر وتوعية الأولياء خاصة في هذه الظروف من الحجر الصحي التي يزداد فيها كثيرا تعرض الأطفال لهذا المحتوى، حتى يصل إلى تحديد ربما حتى الفترات المناسبة من أجل التصفح عارة على الشبكات العنكبوتية. أكيد يعني. أكيد الوقت هو الوقت، مواقع مرافقة الأبناء حتى فيما يفعلونه، أو ما مثلا يقول المختصون أن مثلا الأمان على مواقع التواصل الاجتماعي لما يفتح ابنك لما يصل سن معينة ويفتح حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن للأب أن الولي أن يشترط أن يكون والده أو والدته صديق له على هذه المواقع حتى يتمكن من مراقبة ما يجري، يعني بدون فرض رقابة مشددة هكذا يحسها الأبناء اختناقا. نعم، ما هو البديل باختصار سيدة حرارية، ما هو البديل في ظل هذه الثورة العلمية أكيد. والتكنولوجيا التي يشهدها العالم؟ هناك بدائل، هناك البدائل تختص بالتوعية، مشاركة الأطفال، وأيضا هناك تطبيقات سنتعرف عليها فيما بعد، تطبيقات رقمية من مختصين تمكن الأولياء من رقابة هذا، تطبيقات إلكترونية تمكن الأولياء من فرض رقابة على هذا المحتوى الإلكتروني وجعله أكثر أمانا لأبنائنا. شكرا جزيلا سيدة سهيلة حرارية، إعلامية وباحثة متخصصة في التغير الاجتماعي وتكنولوجيات الاتصال. الحديث إذن كان عن المحتوى الرقمي ومخاطر التعرض العشوائي له بالنسبة للأطفال وصعوبة الرقابة الأسرية. 9 صباحا موجز لأهم الأخبار، ثم نعود للنصف الثاني أو إلى الساعة الثانية لبرنامج هذا الصباح. موجز لأهم الأنباء من تلفزيون الجزائر، أهلا بكم. بداية، أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية. وأثناء هذه المكالمة التي جرت في جو من الود والصداقة، استعرض الرئيسان العلاقات الثنائية قصد استئناف الاتصالات على أعلى مستوى وإعادة دفع التعاون في جميع المجالات. كما تبادل رئيسا البلدين الآراء حول المسائل الإقليمية ذات المصلحة المشتركة في ضوء آخر تطورات الوضع القائم في الساحل وفي ليبيا، وحصل بشأنهما توافق في وجهات النظر. يعقد مجلس الوزراء صباح اليوم اجتماعه الدوري برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. وسيدرس مجلس الوزراء عددا من العروض تهم قطاعات الطاقة والأشغال العمومية والصحة. على إثر وفاة المغفور له بإذن الله تعالى المجاهد بلعيد عبد السلام رئيس الحكومة الأسبق، بعث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس بعث برسالة تعزية ومواساة إلى عائلة المرحوم وذويه ورفاقه المجاهدين، أشاد فيها بخصال الفقيد معتبرا إياه المجاهد الفذ والمناضل الوطني المخلص والغيور على وطنه وصاحب المسار النضالي الطويل في صفوف الحركة الوطنية وأثناء ثورة التحرير المباركة، وكرس نفسه بعدها في خدمة الجزائر المستقلة. وفي الأخير قال السيد الرئيس: نتضرع إلى العلي القدير أن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين، ويلهم الجميع الصبر والسلوان، إن لله وإنا إليه راجعون.
في الانشغال الصحي وبآخر مستجدات جائحة كورونا ببلادنا، حيث سجلت 283 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12968 حالة مؤكدة، في حين يزداد عدد المتمكنين للشفاء يوما بعد يوم، حيث بلغ 9202 حالة، من بينها 136 حالة تماثلت للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما سجلت أمس 7 وفيات، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 892 حالة رحمهم الله. وقع المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون السيد أحمد بن صبان ومدير مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية جلالي المستاري، وقعا اتفاقية إطار للشراكة والتعاون تقضي بنشر المعرفة في مجال الأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية والإنسانية، وإسهام باحثي المركز في البرامج التلفزيونية وتمكينهم من الاطلاع على أرشيف التلفزيون، بالإضافة إلى برمجة دورات تكوينية لفائدة الطرفين. في موضوع انتشار وباء كورونا عبر العالم، قاربت حصيلة الوفيات 500 ألف حالة وعدد الإصابات نحو 10 ملايين، فيما تشهد دول عظمى على غرار الولايات المتحدة الأمريكية والهند والبرازيل تصاعدا كبيرا في نسبة العدوى، حيث سجلت أمس ولاية فلوريدا الأمريكية لوحدها ما يقرب عن 10,000 إصابة، ليصل عدد الحالات في البلاد إلى 2.5 مليون، بينما سجلت الهند أزيد من 500,000 حالة مقابل 15,690 وفاة. ونختم الموجز بهذه الصور الجميلة للواجهة البحرية للعاصمة الجزائر، حيث شارفت واجهة باب الواد ومنتزه الصبلات على الانتهاء من الأشغال الترميمية، لتكون فضاءات واسعة إضافية للعائلات تمكنها من الراحة والتسلية والتمتع بنظرة رائعة من الواجهة الساحلية للعاصمة الجزائر. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة، السلام عليكم. أحييكم من جديد، صباح الخير من جديد. قبل الموجز توقفنا عند المحتوى الغير الآمن للأطفال، وتحدثنا على أن البديل الحقيقي هي التطبيقات الإلكترونية لمراقبة الآباء لأبنائهم، والتي يعمل عليها ويشتغل عليها الباحثون والمختصون، ومن بين المختصين سيد فتحي بوخرس، مدرب في الأمن الإلكتروني، وينضم معنا على المباشر عبر تطبيق سكايب. تحية لك سيد بوخرس، صباح الخير، مرحبا. السلام عليكم، صباح الخير. أهلا وسهلا فتحي. أسألك مباشرة، ما هو فحوى هذه التطبيقات الإلكترونية التي تقدم محتوى آمن للأطفال من أجل مراقبة الأباء لأبنائهم؟ أولا قبل ما نتوقف على التطبيقات، كاين مستويات في الأمن للأطفال، كاين يعني مستوى المنع، وكاين مستوى التوجيه، وكاين مستوى اللي راهم دروك يعملوا عليه، هو أنه تكون الآلة هي اللي توجه الطفل. بالنسبة للتطبيقات، كاين شركات كبيرة بزاف راهي تعمل على هذا المجال، على غرار مايكروسوفت، جوجل، كاسبيرسكي، والعديد من الكبرى الشركات، وحتى شركات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك مثلا، دايرة دروك داروا فيسبوك جديد للأطفال يسموه فيسبوك كيدز، مسنجر كيدز، في محتوى خاص بالأطفال، ما يخلوش محتوى الكبار يوصل بطريقة ما للأطفال، يعني هو راه مشروع عالمي، مش مشروع خاص بالجزائريين. جانب التطبيقات،
كاين بعض التطبيقات التي تعتبر تطبيقات منع مثل فاميلي تايم، تطبيق اسمه فاميلي تايم، تعطي له وقت اللي يقدر يكون الطفل فيه تاعك اونلاين ولا ما يقدرش يكون فيه اونلاين. تقدر حتى تراقب الرسائل اللي توصلوا، لانه احنا عندنا خاصه في الجزائر بعض الاطفال يخرج في الشارع ويدير مثلا احتكاك مع شخص عنده 30 عام ولا طفل عنده 12 عام. تقدر تراقب هذه الرسائل، تقدر تراقب حتى المكالمات اللي تلقاها الطفل. وكاين شركات اخرى اللي دايره تطبيقات مراقبه مثل جوجل، دايره تطبيق اسمه جوجل فاميلي، تقدر يعني وصل مستوى المراقبه فيه حتى انك تراقب مكان الطفل تاعك وين راه. هل الطفل راح مثلا المدرسه ولا ما راحش؟ هل الطفل راه غير هنا يقيب ولا راه بعد؟ فتحي انت مستوى التطبيق. نعم فتحي، انت مختص في الاعلام الالي، هل يمكن ان تتم هذه الرقابه اليا؟ أقصد مثلا في بعض المواقع ممكن أن نحجب مواقع إلكترونية مضرة للأطفال غير آمنة للأطفال. أمر يعني هو بسيط جدا، ولكن المشكل احنا عندنا كجزائريين وحنا عندنا كمسلمين وكأشخاص يعني في الوطن العربي والوطن الإسلامي هو أنه كان بعض الأشياء اللي ممكن عندهم في أوروبا ولا في أمريكا ولا كيصنعوا تطبيقات عادي الطفل تاعهم يشوفها، عندهم احنا انحلال أخلاقي ولا تبان لنا مشكل. هنايا لازم حنايا ندخلوا ونديروا تطبيقات تاعنا حنا، وتكون عندنا شركات ناشئه في هذا المجال، وتكون عندنا قوانين صارمه بهذا الشان. اما بالنسبه للاله فانه من السهل جدا على الاله انها تتحكم في المواقع وتتحكم في ماذا يحجب عن الطفل. انت فتحي حتى احسن من الانسان. انت فتحي بماذا تنصح، انت مختص في الاعلام الالي، بماذا تنصح اليوم الاباء؟ الأباء أولا عليهم يدوا طريقة المنع. طريقة المنع هذه يخدم بها واحد من كبار الأشخاص المؤثرين في الإنترنت، إنسان اللي اخترع زر لايك على الفيسبوك اللي اسمه نير إيو، كي يتحدث على بالنسبة للأمن بالنسبة للأطفال، هو يغلق مثلا الإنترنت في داره على الساعة 10 مساء، يعني من 10 تاع الليل يغلق الإنترنت لأنه على باله بعد 10 ما يقدرش يراقب أولاده. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو أنه يكون عندنا تطبيقات بالنسبة للهواتف، يكون عندنا تطبيقات خاصة بالسيكوريتي وحتى في الحواسيب. نقول مثلا فاميلي تايم وجوجل فاميلي هي تطبيقات تساعد يعني بكثرة، وكاين شركة ذات نفسها دايرين مثلا كنت تدخل مايكروسوفت في الحاسوب تلقى بلي كاين كونترول بارونتال، يعني أنك تقدر تتبع المواقع اللي يدخلها والمواقع اللي ما يدخلهاش، تقدر تحجب عليه حتى مواقع التواصل الاجتماعي وتخلي له نوع محدد من المواقع. القبول هذا ان صح التعبير، القبول يعني الابوي او الاسري لهذه المحتويات، حديث ايضا حتى عندما نتحدث عن فئه الاطفال، لا اتحدث عن الاطفال بمفهوم الاطفال يعني في سن معينه مثلا بين 5 سنوات 6 سنوات، الان 7 سنوات ممكن ان يتحكم بصوره عاديه يعني في هذه المحتويات ويمكن ان يلج الى المنصات الرقميه. انا ايضا اود ان اوجه ربما الاهتمام اكبر لفئه اخرى هي معرضه لخطر الاختراق، يعني أقصد فئة المراهقين مثلا أو الشباب. هي الفئة الأكثر تعرضا هي فئة المراهقين، لأن الطفل يقدر الوالد تاعو يراقبه ويقبل مراقبة الوالد ليه، لكن واحد في سن المراهقة ما راحش يقبل أن الوالد تاعو يتحكم فيه بطريقة ويكون مزير عليه، هذيك ما يقبلوهاش المراهقين. لذلك روحوا للمجال الثاني واللي هو الآلة، خلوا الآلة تتحكم فيه. إذا الطفل زعف من والديه ما يقدرش يزعف من الآلة. نحن بصدد الآن تطوير تطبيقات من هذا القبيل، تطبيقات إلكترونية تكون في متناول الآباء من أجل التحكم أكثر في مسألة الرقابة. الشركات الكبيرة في صدد عمل هذا، لكن بالنسبة للجزائر الشركات الناشئة ما لقيناش متطوعين يوصلوا إلى درجة أنهم يسمح في بزاف صوالح، يسمح في ممكن في مشاريع كبرى من أجل هذا. لذلك ممكن أن بعض الشركات في الجزائر ولا الشركات التقنية اللي عندها أصلا دخل تدير مع الدولة مثلا ولا مع الحكومة الجزائرية يديروا اتفاقيات ويديروا تطبيقات على هذا الموضوع، ويكون كاين بالطبع من بعد قوانين صارمة، لأنه أي حاجة تخرج الدولة ما تخليها بلا قانون.
بماذا توصي تكملة لموضوعنا سيد بوخرس؟ بماذا توصي كل المشاهدين الآن والمتابعين؟ الأمر اللي لازم نعرفه أنه الإنترنت فيها عدة مستويات، يعني بداية من مستوى محتوى الأطفال سيمبل يوزر إلى مستوى اللي راه معروف اللي هو الدارك نت. لازم نراقب أنفسنا أولا بطبيعة الحال، لأنه لازم كشخص واعي تعرف المحتوى اللي تخليه يدخل والمحتوى اللي ما تخليهش يدخل. عندنا تطبيقات حجب، كاين صوالح لي مثلا أخبار كاذبة، ولا كشخص بالغ لازم تبقى تتبع فيهم، دير حجب لنفسك. بالنسبة للأطفال لازم دائما يكون عندهم وقت، لأنه إذا فاتوا هذاك الوقت ممكن أنهم يدخلوا في مستوى الإفراط، ثم بعد مستوى الإفراط غادي يجي مستوى الإدمان، وإذا وصل مستوى الإدمان يعني يصعب علينا باش نتحكموا فيه. هذا أمر خطير كبير ولا صعب. شكرا جزيلا لك فتحي بوخرس، مدرب في الأمن الإلكتروني. الحديث كان إذن عن هذه التطبيقات الإلكترونية الأمنة التي تحقق الأمن لأبنائنا وأطفالنا. كنت معنا على المباشر عبر تطبيق سكايب. متواصلون سيداتي سادتي معكم، وبعد الفاصل قراءة في أخبار الصحف الوطنية والدولية. إلى المحتوى الكتابي والكتب. مرحبا بعيد عن الرقمنة وبعيد عن التكنولوجيا. مرحبا محمد، لكن قبل ذلك تبدو سعيد نهار اليوم أخوي محمد. صباحك سعيد. نتمنى السعادة للجميع بإذن الله، وصباحك سعيد وموفق. إذن الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي يترأسه اليوم رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى تطور الوضع الصحي في البلاد، كانت أبرز الأخبار والعناوين التي تصدرت الصحف الصادرة لنهار اليوم. مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الجديد. رئيس الجمهورية يستدعي الحكومة الجديدة، تحت هذا العنوان كتبت الشروق اليومي، والتي سلطت الضوء على اجتماع مجلس الوزراء الذي ينعقد اليوم ويترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. ووفق ما أوردته الشروق اليومي، فإن قطاعات الطاقة والصحة والأشغال العمومية مدرجة في جدول أعمال مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري نهار اليوم. تفاصيل الخبر مشاهدينا الكرام تجدونها في الصفحة الرابعة من الشروق اليومي. الوضع لا يزال تحت السيطرة، ولهذه الأسباب يشهد منح الإصابات ارتفاعا مؤخرا. على صدر صفحتها الأولى كتبت يومية البلاد، ونقلت البلاد تأكيد الناطق الرسمي للجنة الوطنية لرصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فرار أن رفع الحجر الصحي سبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا أن بعض المستشفيات بلغت مرحلة التشبع، غير أن الأمر لا يزال تحت السيطرة، منبها إلى ضرورة المحافظة على صحة كبار السن، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة حسب ما أكدته جريدة البلاد. وفي السياق ذاته، يومية الوطن أجرت حوارا صحفيا مع وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بنبوزيد. صحيفة الوطن نقلت عن وزير الصحة قوله أن فرض الحجر على بعض المناطق ليس بالأمر المستبعد، إلا أنه حسب الجريدة ذاتها أكد وجود فرق في وضعية الحالة الوبائية بين الجزائر وغيرها من الدول، فنسبة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 تقدر في الجزائر بأقل من شخصين مقابل 100,000 ساكن، في حين بلغت في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 50 شخص مقابل كل 100,000 ساكن، حسب ما نقلته الوطن عن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الدكتور عبد الرحمن بنبوزيد. جلسات لإصلاح المنظومة التربوية قريبا. بالبنط العريض تكتب المشوار السياسي، وأضافت الجريدة أن وزير التربية الوطنية وفي لقاء تعارفي جمعه بممثلي 8 نقابات حديثة الاعتماد، أكد تطلع الوزارة إلى إرساء تقاليد المشاركة الفعلية في بناء منظومة تربوية جديدة ضمن أطر تستوعب التنوع والاختلاف الذي نعتبره نعمة تثري النقاش وتمكننا من تحقيق منظومة تربوية جامعة توافقية، تنقل المشوار السياسي في الصفحة الثالثة. قفزة نوعية لصناعة الدواء بالجزائر.
الخبر تجدونه في الصفحة الثانية من يومية أخبار اليوم. وقالت الجريدة: أبرز رئيس الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة أن التقدم الذي أحرزته الصناعة الصيدلانية صناعة الأدوية في الجزائر، وقال أن هذا التطور هو ثمرة عاملين رئيسيين يتعلق أحدهما بقرار الدولة بحظر استيراد الأدوية المنتجة محليا، وكذا الاستثمارات الضخمة المنجزة في هذا القطاع من طرف العديد من المتعاملين، تكتب أخبار اليوم في صفحتها الثانية. وبشأن الصناعة الصيدلانية دائما، صحيفة الجمهورية تنقل تأكيد وزارة التجارة مرافقة المتعاملين الاقتصاديين لرفع حجم الصادرات. وأوضحت جريدة الجمهورية في صفحتها الرابعة أن بيانا لوزارة التجارة أكد استعداد وزير التجارة كمال رزيق للتنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين في هذه الشعبة من حيث المرافقة والتأطير لزيادة حجم الصادرات الجزائرية من الأدوية والمواد الصيدلانية، لا سيما وأنها حققت قفزة نوعية بفضل دعم الدولة وتشجيع الاستثمار، تختم الجمهورية نقلا عن المصدر ذاته. ميدي ليبغ نشرت خبرا يتعلق بتسجيل 6 وفيات غرقا في البحر والتجمعات المائية خلال 48 ساعة الأخيرة. وقالت ميدي ليبغ أن بيانا للحماية المدنية أوضح أن أعمار الضحايا متفاوتة، أصغر هؤلاء الضحايا لا يتعدى عمره 7 سنوات، فيما بلغ أكبرهم 85 عاما حسب ما نشرته ميدي ليبغ في الصفحة الرابعة. أكثر من 1000 شقة سيتم توزيعها قريبا بولاية مستغانم، هذا ما نشرته يومية ريفليكسيون في عددها الصادر نهار اليوم. وأوضحت الجريدة أن أكثر من 1000 شقة من مختلف السياق سوف يتم توزيعها بولاية مستغانم بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب المصادف للخامس من شهر جويليا المقبل، تكتب ريفليكسيون في الصفحة السابعة. أخبار الوطن مشاهدينا الكرام نختمها بالمقال الذي نشرته ديكا نيوز والذي حمل عنوان سجن سركاجي معلم تاريخي شاهد على جرائم فرنسا الاستعمارية. ديكا نيوز زارت المكان واستحضرت حجم الإجرام الذي ارتكبته فرنسا الاستعمارية في حق المعتقلين الجزائريين، وهي الجرائم التي ترويها أزوايا وأركان سجن سركاجي. المقال كاملا تجدونه في الصفحة الرابعة من يومية ديكا نيوز. أخبار العالم نبدأها بالحوار الصحفي الذي أجرته صحيفة لوموند الفرنسية مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، وهو الحوار الذي ركز على مستقبل الاتحاد الأوروبي في ظل ما تشهده العلاقات بين مكونات هذا الاتحاد. ميركل التي سترأس بلادها الاتحاد الأوروبي بداية من الفاتح جويليا ولمدة ستة أشهر، قالت أن مصلحة ألمانيا تتمثل في عدم انهيار الاتحاد الأوروبي حسب ما نشرته صحيفة لوموند الفرنسية. إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث نشرت نيويورك تايمز تقريرا حول الحالة الوبائية في الولايات المتحدة الأمريكية. وقالت نيويورك تايمز أن 43% من الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا مرتبط بما يعرف بدور التمريض. وأضافت نيويورك تايمز أن 12,000 مركز خاص بالمسنين استهدفها الوباء حسب ما نشرته الجريدة ذاتها. كان هذا آخر خبر معنا في عدد اليوم. محمد، نلتقي في قابل الأيام، عودة إليك لاستكمال ما تبقى من أركان هذا العدد. شكرا جزيلا لك فتحي. كانت هذه إذن قراءة في أخبار الصحف الوطنية والدولية من خلال النافذة التي نحرص على تقديمها ضمن هذا الطبق الخدماتي المتنوع صباحي الإخباري وبحلة الخدمة العمومية المتواصلة حتى 10 صباحا. فاصل توعوي ونعود لمواصلة ما تبقى من فقرات وأركان. في إطار إجراءات مكافحة جائحة كورونا، قررت الحكومة إجبار المواطنين على حمل القناع الواقي للحد من انتشار الوباء وانتقال العدوى بين الأفراد. وضع القناع الواقي إجباري وعدم الالتزام بهذا الإجراء الصارم يعرض المخالف لعقوبات قانونية. يمنع منعا باتا دخول الأماكن العمومية كالأسواق المغطاة وغير المغطاة والمحلات التجارية والمقابر والمرائب دون ارتداء القناع الواقي، إضافة إلى التباعد المكاني والمسافات. وضع في متناول المواطنين الحصول على الأقنعة الواقية على نطاق واسع،
وتتكفل بتوزيعها على المواطنين لجان المجتمع المدني ومختلف جمعياته. الحكومة لها الثقة المطلقة في استجابة المواطنين ووعيهم وتضامنهم في هذه المرحلة من التعبئة الشعبية للتصدي لوباء كورونا. وبالدرجة الأولى وعينا هو الذي يحمينا. بعد الفاصل الثقافة. روافدها كثيرة وبدائلها ممتعة وجميلة، والبديل والخيار الحقيقي لمحتوى آمن هذه المنصات المتخصصة في مسار التعليم في بلادنا. سنتحدث عن فضاء من الفضاءات المفتوحة لتعلم اللغات، مبادرة تعليمية لتعلم اللغات بعنوان Open Talk Space مع ضيفنا عبر تطبيق سكايب ومن الباهية وهران بن ميلود محمد زكريا. صباح الخير، مرحبا. صباح الخير. أهلا وسهلا، أنت مختص في التعليم الإلكتروني للغات من وهران بن ميلود محمد زكريا. ما هو مضمون هذه المبادرة التعليمية الخاصة باللغات؟ إذن Open Talk Space هو نادي لتعليم اللغات، بحيث نقوم بتدريس برامج على 10 لغات، التي هي الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، الألمانية، الإيطالية، الكورية، الصينية، والكورية إضافة إلى لغة الإشارة. إذن الهدف من هذه المبادرة هو منح فرصة للمتحررين الجدد والتركيز على جانب تطبيق اللغات، بالإضافة إلى تطوير قدرات الشباب الجزائري. إذن أول انطلاقة للنادي كانت يوم 5 فبراير، حين قمنا بست ورشات حضرها أكثر من 150 شخص، وكانت لغات المدرسة هي الإنجليزية، الإسبانية، الألمانية والتركية. إذن ورشاتنا تكون إما خارجية أو داخلية، بحيث تتناول مواضيع مختلفة حسب المستوى لتطوير المهارات اللغوية الأربعة، والتي هي الاستماع، تحدث، كتابة وقراءة. أما الخارجية فتكون عبارة عن مناظرة تتضمن مواضيع مختلفة بلغات أجنبية مختلفة لتطوير مهارة التحدث. نظرا للنقص التحدث في الجامعات. محمد زكريا، لمن هذه موجهة هذه المبادرة وهذه المنصة الخاصة بالتعليم، تعليم اللغات؟ هي موجهة لكل شاب جزائري ولكل جزائريين عامة، بهدف تطوير اللغات الخاصة بهم والقدرات، لأن الكثير من الجزائريين يريدون أن يدرسوا لغة ما، ولكن المشكل هو غلاء المدارس الخاصة. لذلك قررنا أن نفتح نادي من يتم يدرسه، ولكن بطريقة مجانية. من هي؟ تفضل. الفئات العمرية بالنسبة للأعمار، يعني الناس اللي مطالبين يعني بالانضمام إلى هذا التعليم الإلكتروني للغات ولهذه المبادرة. يعني فراشتنا من سن 15 حتى 45 سنة، يعني الكل مرحب به. واصل. يعني كانت ورشتنا قبل جائحة كورونا في مقر، ولكن بعد عندما جاء جائحة كورونا قررنا أن ننتقل عبر الإنترنت. نظمنا عدة مشاريع وبرامج، منها كان حدث سبيك أب، اللي جبنا متحدثين من داخل وخارج الوطن اللي شاركوا معنا التجارب تبعهم، سواء في المنح أو الهجرة أو فن الخطابة، أساسيات اللغة الإنجليزية. ولكن الهدف كان واحد، والذي هو إيصال معلومة بلغات مختلفة. محمد زكريا، أي اللغات أكثر طلبا على هذه المنصة؟ اللغات أكثر طلبا هي الإنجليزية والألمانية والتركية، حتى الإسبانية. كيف تتم هذه المبادرة؟ يعني بصورة دورية، عبارة عن دورات مغلقة، ممكن أن تشرح لنا أكثر؟ نعم، هي دورات مغلقة نقوم بها كل ما وراء الدراسة كل يوم. والورشات الخارجية كما ذكرت سابقا تكون يوم بالويكند، يعني يوم السبت. وتلك التي وفرتموها وتقدمونها للأطباء من أجل مسألة التواصل، يعني؟ نعم. إذا قررنا ندير تلك الإنجليش، لأن
كثير من الأطباء لديهم مشكلة تواصل، لذلك فكرنا في أنه بالتدريس ميديكال إنجليش، لأن الكثير منهم خاصة الذين يذهبون للخارج لديهم صعوبة في التواصل، لذلك قررنا ندير برنامج اللي هو بارو ميديكال إنجليش، لا هناك ثاني رواج كبير. ثلاث برامج، ثلاث دورات خاصة باللغة الإنجليزية. نعم. ممكن أن تشرح لنا؟ تفضل. يعني أنا داري ميديكال إنجليش إن شاء الله تاني غادي ندير تكنيكال إنجليش، لأن الإنجليزية بروحها لغة مثمرة وكبيرة بزاف، لقناها قرى بزاف. ما هي أهم هذه القواعد التي تعتمد عليها هذه المنصة الرقمية؟ أقصد هذه القواعد المعترف بها دوليا في مجال تعلم اللغات. إذا نحن قررنا ندير التدريس بطريقة ممتعة وليس فقط الطريقة الأكاديمية. إذا كل مرة نجيب أفكار جديدة لنقص بها الفكرة، نعلم بها الناس ولكن بطريقة ممتعة وسهلة. أنت تحدثنا عن اللغات الأكثر طلبا، ماذا عن الإقبال؟ إذا إقبال لا بأس به، يعني في لأنه الآن هو من البدائل المطروحة في مجال تقديم هذه المحتويات الآمنة. إذا عندنا بزاف برامج نسجل فيهم ولقت إقبال كبير، ومن البرامج كان أوبن توك ماجازين، أوبن توك آب، أوبن توك سيت ويب، بودكاست، يعني واللي راح نعمل بزاف الجزائري ان شاء الله. مثلا غير المجازين غادي نلقى فيها بزاف المحتويات، راح تشمل مواضيع كثيره في لغات مختلفه ان شاء الله تعجبكم. ثاني اوبن توك التطبيق لتعلم اللغات اللي سيكون الاول في الجزائر، الذي سيتناول لسانيات ادبيات، ليس فقط قواعد ودروس يعني بحته، سيتناول فيديوهات والكثير من ان شاء الله. محمد زكريا، رسالتك في الأخير، شكرا جزيلا لك، أمنح لك فرصة أن تقدم رسالة في ختام هذه الدردشة. إذا الرسالة التي أود أن أقدمها هي نقول للشباب الجزائري ما تكرهوش يعني تعلموا اللغات، ونرى أننا نعاونكم إن شاء الله. شكرا جزيلا، رسالتك وصلت. بن ميلود محمد زكريا، صاحب المبادرة التعليمية لتعليم اللغات Open Talk Space، كنت معنا مباشرة من الباهية وهران. طبعا الحديث عن هذه المنصات التعليمية هو حديث عن هذا البديل العلمي الذي يثري هذه الفضاءات، ونحن تحدثنا ربما تقريبا حتى الملاحظ من خلال برنامج هذا الصباح اليوم أننا تكيفنا مع واقع صناعة المحتوى الرقمي، كيف يمكن أن يكون مفيدا يخدم المجتمع، كيف يمكن أيضا أن يكون آمنا خاصة بالنسبة للأطفال، لأن أطفالنا هو محل اهتمامنا اليوم بتوعية وتحسيس الأباء بضرورة مراقبة ومرافقة الأبناء في مسألة الاطلاع على ما يتداول من معلومات وما تحمله هذه المنصات من أخبار. ونؤكد دائما وكل التأكيد بأن وجب التقيد بضوابط أخلاقية المهنة عندما يتعلق الأمر بالمنصات الصحفية أو الإعلامية، لأنه ثمة اليوم ثورة إعلامية يشهدها العالم اليوم، وفي نفس الوقت حديث عن نطاق أخبار زائفة ومغلوطة توشح بها المنصات الرقمية للأسف لا تخدم المجتمع ولا تخدم العالم ككل. ما زلنا معكم، نتواصل بعد القادم في برنامج هذا الصباح. وسط الحظيرة الوطنية للقالة تقع أقدم مدينة رومانية وبقايا أثرية تعود إلى فترة ما قبل التاريخ، تتكون من بقايا بنايات، كهوف ومعاصر ما تزال تشهد تاريخا عريقا. مواقع أثرية تفوق 110 موقع أثري، لدينا عدة عصور تاريخية، نخص بالذكر ما قبل التاريخ، ثم الفينيقي، العصر الفينيقي، ثم الروماني. ومن بين البقايا الأثرية التي ما تزال محفوظة على الصخور وصهاريج مائية ممتدة نحو الأرض، بالإضافة إلى نصب جنائزية. هذا الموقع الأثري عين تبيب يضم خاصة فيما يخص الحقبة الرومانية، معصر للزيت معروفة بالسوار الويل لتركي لاغيوم، وأيضا لدينا مطاحن الحبوب مولان أنغران، وأيضا لدينا في هذه المنطقة زوز قبور معروفة للساركوفاج. في المنطقة هذه منطقة يسموها قبر الملك والملكة.
وتبقى هذه المعالم الأثرية تنتظر التصنيف وحمايتها من الاندثار جراء العوامل الطبيعية. معالم تراثية أثرية طبيعية تسر الناظرين وتسر الزائرين لهذه المدينة، مدينة القالة الجميلة بما تحمله من تنوع بيولوجي صار للإنسان، وفي نفس الوقت الحديث هو مدى الاهتمام بترقية هذه المعالم والحفاظ عليها والاهتمام بها. قبل أن نتصفح التالي في برنامج هذا الصباح، نعلمكم بأن اليوم يوم السبت أمس فاز الفنان التشكيلي الجزائري يزيد فليسي بالمركز الأول في مهرجان الفن التشكيلي العربي الأول للأكاديمية الأمريكية الدولية بتقنية أونلاين الذي اختتم يوم السبت. إذن الفنان الجزائري توج بالمركز الأول، ألف مبروك للفن الثلاثي الأبعادي في الجزائر. نبقى دائما في منصة الثقافة بما تحمله من تنوع، هذا التنوع الذي تبرزه الحضارة والثقافة الجزائرية على امتداد واسع وشاسع إلى مدينة الألف قبة، مدينة وادسوف ومحلى تراب وادسوف ومحلى هذه المعالم التراثية من عادات وتقاليد، وحتى الزربية، زربية وادسوف لها دلالتها وحضورها في خارطة التنوع الثقافي الجزائري. لا يعلو صوت إلا صوت المنسج في هذه الورشة المتواضعة للعم إسماعيل الذي يزاول حرفة صناعة الزرابي منذ أزيد من 40 سنة. حرفة صناعة الزرابي تعد من أقدم الحرف بمدينة الألف قبة وقبة وادي سوف، حيث دخلت المنطقة على يد الأتراك العام 1732 ليصبح بعدها هذا المنسج لا يفارق البيت السوفي. 69-70 خرجت من المدرسة مهنة الزرابي سنة تقليدية، والليكول كان في واد حمد، من ثم تعلمت واحد 3-4 سنين. كي تعلمت قلت لأمي يزيني خلينا ندير منسج حتى نروح ونخدم. هي قلت لي أمي معليش حتى نحتاج لك. قلنا يلا، صرنا بعجبنا المنسج كما المنسج فيه هذا، بس نعاول على ربي من نسمي الوقت هذاك اليوم من هذا الورشة تبقى شيء تخدم. بأدوات بسيطة يحاول العم إسماعيل التفنن في صناعة الزرابي التقليدية رفقة صديق دربه الذي يشتغل معه منذ سنوات، حفاظا على الموروث من الاندثار. أربعات مرها أربعان هنا سكر كون جات كما بكري لعمو فيها والناس كلها تدخل بس عم بمتو مع العشي اللي روح مع عشي رجعتو قعدت تكون ضايا يخدم شهير اثنين مع خلاص. تعد زربية وادي سوف رمزا من رموز وتقاليد المنطقة إذ لا تفارق البيوت، فهي تحمل دلالات تجسد طبيعة المنطقة. لوحة فنية فيها طروة كولير يدل على النخلة ودل على الشجرة والتراب. احنا ما عندناش الكولير تو كولير هكا ياسر كيما نقولوا دبسه شريعه، ما عندناش الالوان ياسر، عندنا تروا كولير نخدموا بهم، ما عندناش كولير اخر. يعني هذه الخصوصيه الميزه اللي تميز الزربيه تاع واد سوف على زربيه قمار ولا على زربيه ربع؟ قمار ربع حلوات وحده، هذه القله تاع اللايمي عصير تاع النخله، هذا عصير النخله كي يطلعوا القله يهبطوا العصير اللايمي كانوا كما سامعين به. هذاك سامح ياسر كان يستعمل قديم، يستعمل كالعرار من فقاعة الغوط، عنده ينحي يدير اللايمي وعنده وهذا الضرب نتاع الغوط. نقولوا الحد يحدك، هذا نخل هنايا منه نخلك منه حد يحدك منه. وهذه الروش دو صاب الورد الرمليه، هذه الغوط بكري الحوش بكري في النخل، في النخل الداخل يديروا البورتال، نقولوا بورتال صيفي بورتال ربيعي. اي ما كانش كليماتيزير باش يدو سم، هذا الكليماتيزير منا. اي وهذه السلسله تاع الغوط الفوق الحزام تاع الغوط بجريد يدروها. وين اختلفت اشكالها والوانها تبقى حرفه نسيج زربيه وادي سوف موروث ثقافي ومنتوج سياحي يحاول اهالي سوف حمايته من الاندثار، فهي الماضي الحاضر والمستقبل.
وهي جزء لا يتجزأ من موروث تراثي إنساني وفني زاخر ومتنوع وجب الاهتمام به ويختصر المسافات للاعتزاز به. كما نختصر الآن المسافات إلى مدينة أيضا من المدن الجميلة هي مدينة ولاية هي مدينة سقهراس. سقهراس تحتضن العديد من المعالم الأثرية التي يجعلها قبلة للسواح والزائرين. والحديث عن هذا المنتج الأثري الموجود في هذه المدينة يروي حكاية ما تداولته أو ما عرفته هذه المدينة من تعاقب للحضارات عليها. الزيارة تختلف، وإن ثمت اليوم وفي ظل هذه الجائحة هذه الزيارات الافتراضية التي تتم لهذه المواقع والأماكن. المسرح الروماني لخميسة واحد من هذه المعالم الموجودة بولاية سقهراس، نزورها من خلال التالي في برنامج هذا الصباح. التالي كان إذن زيارة افتراضية للمسرح الروماني الخميسة بولاية سقهراس، ونؤكد طبعا بأننا جمعنا وحملنا إليكم مجموعة من المتفرقات الثقافية في واجهة الثقافة التي نقدمها في برنامجي هذا الصباح. وكانت على التالي زربية كعنوان من عناوين التراث الوطني الجزائري بمنطقة وادسوف الزربية. وعلى فكرة عندما نتحدث عن هذه الخصوصية التراثية لهذه الزربية، صحيح بأننا نختلف في الخصوصيات الطبيعية وفي المواقع والأماكن، ولكن نشترك في أبهى عنوان هو الوطن، وفي أجمل كلمة هي الجزائر. أقصد بأن موجودة زربية وادسوف، موجودة أيضا زربية في منطقة غردايا، وموجودة أيضا زربية أيت هشم بولاية تيزي وزو، وسنويا ولاية تيزي وزو تحتفل مع كل الولايات الوطنية مع كل الولايات بصبغة الوطنية لهذا التراث، تحتفل بالمهرجان الخاص بزربية أيت هشم التي تعتبر أيضا موقعا مهما تراثيا. تبقى في برنامج هذا الصباح الصباح الرياضي، سنتصفح أوراقه بعد الفاصل. في إطار إجراءات مكافحة جائحة كورونا، قررت الحكومة إجبار المواطنين على حمل القناع الواقي للحد من انتشار الوباء وانتقال العدوى بين الأفراد. وضع القناع الواقي إجباري وعدم الالتزام بهذا الإجراء الصارم يعرض المخالف لعقوبات قانونية. يمنع منعا باتا دخول الأماكن العمومية كالأسواق المغطاة وغير المغطاة والمحلات التجارية والمقابر والمرائب دون ارتداء القناع الواقي، إضافة إلى التباعد المكاني والمسافات. وضع في متناول المواطنين الحصول على الأقنعة الواقية على نطاق واسع، وتتكفل بتوزيعها على المواطنين لجان المجتمع المدني ومختلف جمعياته. الحكومة لها الثقة المطلقة في استجابة المواطنين ووعيهم وتضامنهم في هذه المرحلة من التعبئة الشعبية للتصدي لوباء كورونا. نأخذ فاصل الصباح الرياضي. صباح الرياضي يقدمه اسماعيل ميلودي. صباح الخير اسماعيل، اهلا لك محمد ولكل المشاهدين. كما عودناكم في كل صباح حصاد رياضي متنوع، اليوم نستهله بتحضيرات بعض الرياضيين، اقول المتاهلين الى اولمبياد
طوكيو. هؤلاء الرياضيين الذين يجدون أقول صعوبة في خلال هذه الفترة من أجل الحفاظ على لياقتهم بتداعيات انتشار وباء فيروس كورونا، من بينهم الملاكم محمد فليسي الذي زاره التلفزيون الجزائري وتابع جانبا من تحذيراته وكيف يتعامل مع هذه الفترة. بورتري للملاكم مع توفيق دربال. في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الرياضيون، وجد الملاكم محمد فليسي نفسه مضطرا للتدرب في الهواء الطلق بمبادرة من أبناء حي الكرمة ببومرداس. هذا المكان لقيت فيه راحتي، كي غلقوا المنشآت الرياضية اللي نحضر فيه، اكتشفت فيه لي مويا امكانيات بسيطة، الامكانيات هذه اللي تخليني باش نحضر بها. حنا كملاكمين ولا كرياضيين ما لازمش علينا باش نتوفقوا، لان كان عندنا هدف هو الالعاب الاولمبية اللي تأجلت الالعاب الاولمبية. تأجيل الألعاب الأولمبية بطوكيو إلى عام 2022 يبقي حلم البطل الإفريقي بالتتويج الأولمبي. احنا اليوم سبق وشاركنا في الأولمبياد، تقدر بقى لنا حلم هو الوحيد لحلم التتويج. انا قلت لك اليوم سبق ومريت على كاع الالقاب، كانت خاصتني ميداليه اولمبيه. ان شاء الله راني نسعى ان شاء الله مع الدعم الدوله الجزائريه ان شاء الله باش نقدروا نوصلوا للهدف المبتغى اللي هو ميداليه اولمبيه. دول العالم كل راهي تعاني من الوباء هذا اللي احنا كنا نستهزاو في الاول، من اليوم الوباء هذا راه خضع عده ضحايا اللي راهم توفوا اللي ربي يرحمهم، اللي كاين اللي راه مرضى ربي يشفيهم. وقلت لك نشكر الجيش الابيض اللي راه واقف وراه سهران على صحه كاين اللي سمعنا شهر ما شافش ولادو، راه دائما يصار على صحه مواطن الجزائري ولا صحه مرضى الوباء هذا. انا نتمنى منهم باش كيما نقول لك يدعوا ان شاء الله رب تعالى باش يرفع علينا هذا الوباء ويلتزموا بقواعد وقوانين وزاره الصحه، كونوا واعيين، كونوا كيما نقول لك صادقين، وحافظوا على حافظوا عليكم وعلى اولادكم. نعم، إذا كان هذا محمد فليسي وكيف يتعامل مع هذه الفترة والتحضير للمواعيد الرسمية المقبلة في الفن النبيل. نقف الآن عند أهم ما ميز آخر أخبار الأندية الجزائرية أيضا، وكيف تحضر لحالة استئناف المنافسة إذ كان ممكنا، وكيف تتعامل مع هذه الفترة ومستجدات الأندية المحلية، في تقرير لعمر جمعي. عاد رسميا المدرب عبد القادر عمراني لقيادة فريق شباب قسنطينة بعدما توصل لاتفاق النهائي مع إدارة النادي. وقبل هذا توصلت إدارة السياسي لاتفاق مع اللاعبين على خفض الرواتب بنسب متفاوتة. نفس الأمر ذهبت إليه إدارة شباب الوزداد التي كانت السباقة في تخفيض رواتب اللاعبين لمدة 3 أشهر. بعدما توصلت لتفاهم كبير من قبلهم وصلت النسبة إلى 50%، مما وفر للنادي مبلغ 9 ملايير سنتيم، وهو ما يشكل نصف ميزانية التسيير حسب ما أكده المدير الرياضي توفيق قريشي. اتحاد الجزائر هو الآخر توصل إلى اتفاق مع اللاعبين بعد الاجتماع بهم إلى تخفيض نسبة 25% من رواتبهم، حيث أن العملية قد تعطي توازنا للميزانية في ظل غياب المنافسة وعدم مشاركة اللاعبين في أي تظاهرة. خطوة استحسنها الجميع، خاصة وأنها تضامنية من اللاعبين، وستعطي ثمارها ضمن الجو السائد بنادي سوستارا الذي يبحث عن تكوين فريق تنافسي في أقرب وقت مع تنظيم محكم تحت إشراف صخرة الخضر عنتر يحيى. وغير بعيد عن الاتحاد، إدارة مولودية الجزائر هي الأخرى توصلت لاتفاق مع عناصر الفريق لتخفيض أجورهم بالنسبة للأشهر 3 التي توقفت فيها المنافسة، ما يقلل الخناق على هذه الأندية التي تبحث عن حل وسط يرضي الطرفين، وتتفادى إدارة النوادي الوقوع في مشاكل مالية أكبر مما تعانيه حاليا. مولودية وهران، وبعد المعاناة المالية الكبيرة تمكنت إدارة النادي من أخذ موافقة من اللاعبين بالتوقيع على اتفاق بتخفيض أجورهم لمحاولة تخفيف الأعباء لنادي عانى الكثير هذا الموسم. عملية خفض رواتب اللاعبين كانت ضمن أولى الخطوات التي انتهجتها أغلب النوادي، حتى تلك التي لم تدفع أجور اللاعبين لأشهر سابقة بسبب غياب مداخيل
في ظل توقف النشاط الكروي بسبب جائحة كورونا. نعم، هي فترة صعبة تمر بها الأندية الجزائرية في انتظار الفصل في قرار استكمال الموسم من عدمه وكيفية التحضير للموسم المقبل وكيفية تخفيض من أجور اللاعبين وأيضا عملية انتقالات اللاعبين، كلها أمور شائكة تبقى في انتظار الفصل فيها في الأيام أو الأسابيع المقبلة. من جهتهم أيضا محترفين يحاولون تسيير هذه الفترة بذكاء، خاصة منهم الذين عادوا إلى المنافسة بعودة البطولات الأوروبية لاستكمال دوريتها. نتابع آخر أخبار محترفين مع وليد غريبية. مشاركات أساسية وإشادات من مدربين طبعت أبرز أخبار المحترفين الجزائريين هذا الأسبوع، أين قاد سعيد بن رحمة فريقه برينتفورد للفوز على فولهام بثنائية نظيفة في اللحظات الأخيرة بتسجيله الهدف الأول وتقديمه تمريرة الهدف الثاني في الدقيقتين 88 و90، فيما أثنى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني على النجم الجزائري رياض محرز الذي قال عنه أنه لاعب جيد جدا ومختلف وجيد من الناحية الفنية وسريع مع الكرة. رياض شارك أساسيا في المباراة التي خسرها فريقه مانشستر سيتي بهدفين لهدف أمام تشيلسي. وعلى غرار محرز أشاد المدير الفني لميلان الإيطالي ستيفانو بيولي بلاعبه الجزائري إسماعيل بن ناصر عشية ملاقاة ضيفه روما في الجولة 28 من السيريا. بيولي قال أن بن ناصر لاعب مميز يملك مؤهلات بدنية لا تصدق، كما أنه يحسن إدارة اللعب، مضيفا بأنه لاعب مجتهد ويتطور بشكل رهيب في الآونة الأخيرة وبإمكانه أن يصبح لاعبا كبيرا بمستويات عالية. وفي إيطاليا دائما عاد مدافع نابولي فوز غلام إلى أجواء التشكيلة بعد غياب طويل بسبب الإصابة بمناسبة اللقاء أمام هلاس فيرونا برسم الجولة 27 الذي انتهى بفوز أبناء الجنوب بثنائية نظيفة. غلام دخل بديلا في الدقيقة 67 وقدم تمريرة الهدف الثاني نال بها إشارة مدربه جينارو غاتوزو وزميله كاليدو كوليبالي. كما فاز عيسى مندي مع ريال بيتيس بهدف دون رد أمام إسبانيول في مباراة الجولة 31 من الليغا. وفي ألمانيا تأهل رامي بن سبعيني إلى دوري الأبطال بعد فوزه مع بوروسيا مونشنغلادباخ على هيرتا برلين في الجولة الأخيرة من البوندسليغا بهدفين مقابل هدف. من جهته هداف الخضر إسلام سليماني يتجه للعودة إلى فريقه السابق سبورتينغ لشبونة البرتغالي بعد نهاية فترة إعارته من موناكو. إدارة ليستر حددت سعره ب10 ملايين يورو علما بأن عقده ينتهي في جوان 2021. نعم، هذا عن أخبار محترفين ومشاركتهم في المنافسات أو الدوريات الأوروبية. الدوريات الأوروبية هي أيضا التي تستكمل مبارياتها وما تبقى من الموسم الجاري. نتوقف عند إسبانيا والدوري الإسباني، حيث مباراتان تلعبان اليوم لحساب أو بعض المباريات تلعب اليوم لحساب الجولة 32. ليفانتي يواجه ريال بيتيس، فياريال يواجه فالنسيا، غرناطة يواجه إيبار، وإسبانيول يستقبل ريال مدريد. وعن بعض نتائج يوم أمس، أتلتيك بيلباو تفوق على ريال مايوركا ب3 أهداف لهدف، سيلتا فيغو تعادل مع برشلونة بهدفين لمثلهما، وأوساسونا فاز على ليفانيتس ب2 لهدف، وأتلتيكو مدريد تفوق على ديبورتيفو ألافيس بهدفين لهدف. إلى الدوري الإنجليزي، حيث لعبت أيضا بعض المباريات لحساب الجولة 32، حيث يواجه اليوم شيفيلد أرسنال وليستر سيتي، نادي تشيلسي ونيوكاسل المان سيتي. وكان في الصدارة وتفوق نادي ليفربول وتمكن من حصد لقب الدوري الإنجليزي في الصدارة ب63 نقطة، أو بأكثر من 63 نقطة ليبقى مانشستر سيتي يحاول الحفاظ على الوصافة ب63 نقطة. وكان قد تفوق أستون فيلا يوم أمس أو تعثر بميدانه بهدف لصفر أمام ويلفرهامبتون. أما في الدوري الإيطالي والذي يتصدر فيه نادي جوفنتوس الصدارة ب69 نقطة، تلعب اليوم عديد المباريات المهمة والمثيرة. نادي ميلان يستقبل نادي روما في قمة الجولة 28، ساسولو يستقبل هيلاس فيرونا، ونابولي يستقبل سيال أودنيزي، وأتلانتا يواجه أو أودنيزي يقول يستقبل أتلانتا، وبارما يستقبل انتر ميلان.
إلى الدوري الألماني ومخلفات الجولة 34، حيث لعبت عديد المباريات التي كانت مثيرة. مشغلادباخ تفوق بهدفين لهدف على هيرتا. إلى الدوري الفرنسي ونبقى في فرنسا، حيث أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم اكتشاف 3 حالات إيجابية جديدة بوباء كورونا. وأشار البي اس جي في بيان رسمي أن الفحوصات الطبية أسفرت عن إصابة 3 لاعبات بفرق الكرة النسائية بالنادي، منهم لاعبتان بفريق الشابات تحت 19 سنة ولاعبة بالفريق الأول. للتذكير فإن النادي الفرنسي أعلن الثلاثاء الماضي اكتشاف، رغم أن الصمت المطبق والمفروض من طرف كورونا صنف غريبا جدا. أقول للتذكير فإن النادي الفرنسي أعلن الثلاثاء الماضي عن اكتشاف إصابة 4 أفراد في صفوف فريق الرجال بالفيروس دون أن يكشف عن هويتهم. من جهة أخرى، أعلنت الرابطة الفرنسية لكرة القدم أن الموسم الكروي الجديد لبطولة الرابطة الأولى المحترفة سينطلق في 22 أوت المقبل وينتهي في 23 ماي 2021. وكانت قد صادقت الرابطة خلال اجتماع المجلس إدارتها على رزنامة الموسم المقبل التي تأخر انطلاقه لعدة أسابيع مقارنة بالسنوات السابقة بسبب تمديد الموسم الحالي 2019-2020، فيما في ذلك المباراتين النهائيتين لمسابقتي كأس فرنسا وكأس الرابطة بسبب تفشي وباء كورونا. وباء كورونا قالت عنه أيضا رابطة دوري السلة الأمريكي للمحترفين يوم أمس أن 16 لاعبا أصيبوا بفيروس كورونا قبل نحو شهر من استئناف موسم 2020. وأوضحت الرابطة في بيان أي لاعب تثبت إصابته سيبقى في العزل الذاتي حتى يستوفي معايير الصحة والسلامة ويمنحه طبيب الضوء الأخضر للعودة. والحالات 16 من بين 302 من اللاعبين خضعوا لاختبارات في 23 جوان، ولم تكشف الرابطة عن أسماء المصابين. في الرياضات الميكانيكية، يتوقع سيباستيان فيتل أن تكون المنافسة متقاربة والفوارق ضئيلة عند انطلاق موسم بطولة العالم للفورمولا 1 للسيارات بإقامة سباقين متتاليين في النمسا. وقال إن فريقه فيراري سيكون في حاجة إلى تحسين استراتيجية في السباق ليكون صاحب قوة تنافسية في الأسبوعين المقبلين. وسينطلق الموسم بسباق جائزة النمسا الكبرى في حلبة ريد بول في الخامس من جويليا، ثم يقام لحلبة ذاتها بعد أسبوع واحد ضمن السباق الثاني على 8 سباقات في أوروبا. وستقام أول 8 سباقات دون مشجعين ووسط قيود المستجدة التي ستكون صارمة للتعامل مع أزمة انتشار كوفيد-19، بعدما تسبب في إصابة 3 من المتسابقين، من 49 تسببت في مقتل المتعلقين أو المشاركين في الرياضات الميكانيكية. مشاهدينا، نتوقف الآن عند ركن نوستالجيا، حيث يعود بنا إلى مونديال مكسيكو سنة 1970 والنهائي المشهود بين البرازيل وإيطاليا. نتابع هذه الورقة ووقفة مع نوستالجيا لهشام سعدودي. السابع من جوان سنة 74 من القرن الماضي، تاريخ نهائي كأس العالم. إنها الطبعة العاشرة التي كانت تاريخية ومتميزة. في الصبيحة وفي أحد بنوك ميونخ، الكنز في طريقه إلى ملعب ألمانيا توجت في الأخير. نعم، نهائي شيق يبقى من شواهد التاريخ الساحرة المستديرة. إذن بالحدث نوستالجيا مشاهدينا، نكون قد وصلنا إلى ختام حصادنا الرياضي. شكرا على المتابعة، يوم موفق، وأعود إليك محمد. شكرا جزيلا لك إسماعيل، وأنا بدوري أيضا أرفع التحيات لكل المشاهدين الذين رافقونا على مدار ساعتين من عمر برنامج هذا الصباح. هو تم، نلتقي غدا إلى أن يحين. دمتم أمينين وسالمين، إلى اللقاء.
في إطار إجراءات مكافحة جائحة كورونا، قررت الحكومة إجبار المواطنين على حمل القناع الواقي للحد من انتشار الوباء وانتقال العدوى بين الأفراد. وضع القناع الواقي إجباري وعدم الالتزام بهذا الإجراء الصارم يعرض المخالف لعقوبات قانونية. يمنع منعا باتا دخول الأماكن العمومية كالأسواق المغطاة وغير المغطاة والمحلات التجارية والمقابر والمرائب دون ارتداء القناع الواقي، إضافة إلى التباعد المكاني والمسافات. وضع في متناول المواطنين الحصول على الأقنعة الواقية على نطاق واسع، وتتكفل بتوزيعها على المواطنين لجان المجتمع المدني ومختلف جمعياته. الحكومة لها الثقة المطلقة في استجابة المواطنين ووعيهم وتضامنهم في هذه المرحلة من التعبئة الشعبية للتصدي لوباء كورونا. يقال أن رحلة 1000 ميل تبدأ بخطوة، أما رحلة الوصول إلى الفضاء لازمها طموح وإصرار قبل كل خطوة. طموحنا بدأ سنة 2002 بإنشاء الوكالة الفضائية الجزائرية، أما إصرارنا في الجسد بإطلاق 6 أقمار اصطناعية. 6 أقمار اصطناعية جزائرية، أساسها البحث العلمي ووسيلتها التطورات التكنولوجية. الوكالة إلى جانب أن تراعي كافة المعايير الدولية، تتوفر أيضا على عتاد متطور ومعدات تكنولوجية، تضم باحثين ومهندسين على قدر عالي من الكفاءة والاحترافية. كفاءات شبانية جزائرية كبروا على العلوم وكبرت بالتوازي طموحاتهم، صقلوا عقولهم وعلى أرض الواقع سقطوا نظريتهم. حلم اختزل الفواصل بين الجزائر والفضاء في مجال السلم، حلم لامسنا من خلال الفضاء في أرقى تجلية المعرفة والعلم، هي ثمرة تراكمات لمجهودات فكت التعقيدات، فأصبح لبلادنا قمر اصطناعي للاتصالات هو الكومسات. الكومسات 1 ضربنا موعد آخر مع التفوق والنجاح، مكسب استراتيجي مكننا من تحقيق الاستقلالية ونتواصل بكل ارتياح. من خلاله يتم البث الإذاعي والتلفزي، كما يوفر خدمات الإرسال السمعي، ينقل أيضاً البيانات الرقمية ويطور الخدمات الملاحية. 24.8 درجة غرب خط الطول هو موقعي، تغطية شاملة على مستوى الوطني وفي شمال إفريقيا أيضاً تواجدي. بألكومسات 1 الوكالة الفضائية الجزائرية ترافقكم في رحلة تحقيق أحلامكم. إننا ندمر، نحرق، ننهب، نخرب المحاصيل ونحرق الشجر المثمر. واندلعت المعارك، بعض جنودنا أصيبوا. الحملة الأولى والحملة القوية التي عرفها بني منصر في آخر معقلهم هي تلك الحملة التي قام بها الجنرال شونغارني، والذي تمكن من الوصول
إلى معقلهم. في نفس الوقت وصلته أخبار مفادها تحرك مرة أخرى محمد بن عيسى البركاني وبن علال وقائد الحجوت لمحاصرته، فاضطر إلى العودة. عندما اضطر إلى الانسحاب فعل مثل ما فعل الجنرال بيجو، فأضرم النيران بالمنطقة. لهيبة وألسنة النيران شهدت من مدينة أتنس. رغم العديد من الضربات التي تلقتها القبيلة بين سنتي 1840 و1841، إلا أن ذلك لم يثنها ولم يحبط من معنوياتها. من المعارك الخالدة في تاريخ المقاومة الشعبية بالجزائر هي معركة جبل الزكار، التي تعتبر من أكبر الانتصارات التي صنعها بنو مناصر ضد العدو، ويعتبرها المؤرخون والضباط الفرنسيون من أكبر الهزائم والانكسارات بالنسبة للجيش الفرنسي في الجزائر، وذلك بعدما انقضت قوة كبيرة من بني مناصر على كتيبة من 500 جندي فرنسي قادها الضابط بيسون بعدما خرج بها من مليان باتجاه واحدة من معاقل بني مناصر. كان ذلك ما بين 7 و8 من جوان 1842، ولم ينجو من هذه الكتيبة إلا بعض الجنود الذين انسحبوا مع قائدهم بيسون المتأثر بجروح بليغة. هذه الهزيمة اهتزت لها الحكومة الباريسية وتناقلتها بحسرة كبيرة الصحف الصادرة في تلك الفترة، وبعدها عزل الضابط بيسون من قيادة الجيش الفرنسي بمليانة ليستبدل بالسفاح الدموي سانتارنو. عندما زحف الجيش الفرنسي وتلقى مقاومة شرسة من قبل بني مناصر، فهنا إذن أعد العودة الجيش الفرنسي للقضاء عليهم بأي طريقة كانت، وتلقت يعني تدعيمات كبيرة جاءتها من كل جهة، وعلى رأسهم نعم القادة العسكريين هادو كل من سانتارنو ولا موريسيير وشونغارني، وكان باعتراف أنفسهم اعترفوا بالجرائم التي قاموا بها، ومن خلال رسائلهم نجد أنهم اعترفوا بما قاموا به من جرائم لا إنسانية في حق هؤلاء. تبين للحاكم العام الجنرال بيجو بأنه يستحيل تحقيق أهدافه دون القضاء النهائي على بني مناصر، لذا هذه المرة جمع جنرالاته وحدد مواقعهم لتشديد الخناق على بني مناصر. كان ذلك في مطلع سنة 1843. يوجد إجماع لدى الضباط الفرنسيين من خلال ما تضمنته رسائلهم وتقاريرهم بأن بن مناصر، وبالرغم من الحصار والدمار والإبادة التي اقترفت بحقهم، إلا أنهم كانوا يقاتلون ببسالة نادرة، وكانوا يفضلون الشهادة على الاستسلام.